يا مساء الهنا ومساء السعادة على حضراتكم. حلقة جديدة من الأهلي في رمضان، وزي ما حضراتكم عارفين كل يوم بيتنوع المذيعين وبتتنوع الأخبار، لكن أكيد المضمون كمان بيكون مختلف والضيوف أكيد كمان بتكون مختلفة. يا رب يكون شهر كريم علينا جميعا، وبنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة. النهاردة معايا بقى مفاجأة، لأن احنا متعودين كريم اللي بيطلع معايا، بس النهاردة هيطلع معانا يعني هقول زميلي وصديقي العزيز جدا طبعا هيثم. بونسوار يا هيثم، عليك. مساء الخير عليك يا نهواند، مساء الخير جمهور النادي الأهلي كله. طبعا بيسعدني ان انا اكون النهارده مع نهواند زميلتي العزيزه، وطبعا اكيد يشرفني اكون طبعا مكان كريم مذيعنا الكبير وطبعا القدوه الكبيره. ولكن النهارده ليله جميله من ليالي رمضان والاهلي في رمضان. النهارده عندنا الحقيقه حاجات كثيره جدا وفقرات متنوعه وكلام كثير متنوع الحقيقه هيكون النهارده مع نهواند. يمكن نهواند احنا معانا النهارده ضيوف كمان مميزين، يعني رحنا للفن للرياضه. طبعا هيكون معانا في الفقره الاولى طبعا الفنان الكبير معتز حسين، هنتكلم معاه عن ذكرياته الحقيقه مع رمضان، وازاي كمان كان يعني الشغل كمان في الفن في رمضان بيبقى حاجه مميزه جدا ومجهده حتى قبل رمضان وبعد رمضان. هنتكلم معاه في كل هذه التفاصيل. عندنا الفقره الثانيه في الرياضه، هيكون معانا اثنين نقاط كبار دايما بيكونوا ضيوفنا في النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، الاستاذ جمال الزهيرة الناقد الرياضي الكبير، والاستاذ محمود صبري ايضا الناقد الكبير. وهنتكلم في دردشه مفتوحه عن الرياضه وعن الكوره، وطبعا عن الاحداث المهمه اللي هتدور على الساحه، واهمها اكيد مباراه الهلال يوم السبت القادم. ويمكن رمضان بيبقى فرصه جيده كمان يا نهواند في ان احنا يعني نعيد تاني القيم حتى اللي غابت عنا. بص، نعيد القيم، وفرصه ان انت كمان من خلال برنامج الاهلي في رمضان احنا نتطرق للانسانيات اكتر والجوانب اللي مش بنتكلم او ما بيكونش فيه فرصه كبيره ان احنا نتكلم عنها في الايام العاديه والشهور العاديه في السنه. بنحب نقرب اكتر لحضراتكم وكمان نتكلم عن الجانب الانساني، نتكلم كمان عن الدراما، نتكلم عن التقاليد، نتكلم عن زي ما كنا بنقول انا وكريم كمان الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن فكره هنا الشعائر المختلفة وزي رمضان مختلف في مصر يا هيثم. دايما يقول لك رمضان في مصر غير. صحيح. سيبك من الأغاني وغيره، بس فعلا رمضان في مصر غير. ناس كتيرة جدا بتكون كمان مش يعني مش مصريين عايشين في الخارج، لا، أشقاء من دول عربية مختلفة بيحبوا يجوا مصر في رمضان يقضوا، فبيبقى فيه روح مختلفة، بيبقى فيه كده حاجة مميزة ما تعرفش إيه هي، ما تعرفش تحط إيدك. صحيح. عليها بالظبط، بس الأكيد إن في حاجة مختلفة في مصر في رمضان، وده أكيد بيسعدنا كلنا. غير بقى الدراما القديمة والفوائد وزير اللي العالم كله كان بيتفرج عليها زمان يا هيثم، مش يعني مش مجرد ان احنا بنقول اي كلام او بنبالغ. فاكر فوازير شريهان ونيلي؟ العالم كله كان بيذاعها، وسمير غانم فطوطه وغيره، حاجه كانت جميله جدا زمان. انا عايز اقول لك ان حتى الجيل اللي ما حضرش الدراما الجميله دي يسمع وبيتابعها وبيعمل عليها سيرش وبيجيبها ويتفرج عليها. يعني انا فوجئت على يعني على السوشيال ميديا يعني شباب صغير 16 سنه و15 سنه اكيد ما لحقوش فطوطه واكيد ما شافوش فوازير شريهان ومشيرين الحاجات دي ويعني ودايما بيفتكروها ودايما بيتفرجوا عليها، فاكيد الحاجات دي تاريخ. وكمان الناحيه الروحانيه. أيوة. يعني احنا مش بس رمضان مظاهر ولكن ناحيه روحانيه عاليه جدا، يمكن ده اللي بيميز الحقيقه رمضان في مصر. دايما تلاقي فيه قيم بتغيب طول السنه وترجع تظهر ونستمر بقى يعني. صحيح، يا ريت نتمنى تستمر يعني عارف يعني. انت بتبقى الفيرجن الافضل منك في شهر رمضان، نتمنى ان هي تستمر على ده كمان على مدار السنه. وبما ان احنا اتكلمنا عن الفوازير اللي معانا النهارده فزوره، انت عارف الاجابه بالمناسبه؟ انا عرفت الاجابه بس عايزين بقى الساده المشاهدين اللي بص بقى الفزوره بتاعت النهارده. فزورتنا كالاتي، ابعتوا لنا، عندنا لسه وقت لنهايه الحلقه، واللي هيفوز بص هو مش اكيد لسه هيكون في جايزه ولا لا، بس ان شاء الله هنحاول ان يبقى في جايزه. الفزوره كالاتي: شجره فيها 12 فرع، كل فرع 30 ورقه، نصها ابيض ونصها اسود، تبقى ايه؟ لو فكرتوا فيها على فكره الاجابه سهله جدا، يعني الاجابه بتاعت الفزوره سهله جدا. انت بس هي تبان انا ما عرفتهاش في الاول، انا اخدت لي بتاع دقيقه افكر كده بس جبتها. بس هي حلوه بامانه، هي حلوه فيها فكره، اول مره اسمعها الحقيقه. وكمان خلي بالكم دي بتدي يعني روح كويسه، بتشاركونا يعني على السوشيال ميديا بالظبط، يعني هنبقى اكيد حاجه تسعدنا لما حد يخش يقول الاجابه الصحيحه. وكمان خلينا اقول انه رمضان حتى في العادي في الاجواء بتلاقي حتى على الفطار حتى على السحور بتلاقي يعني دايما بيكون في حوار ما بين الاهل، ممكن يبقى في فوازير، ممكن يكون في نكت، يعني يمكن مع سرعه الحياه دي، بس لما الاسره بتتجمع الروح دي بترجع تاني. هي بترجع لانها غايبه طول السنه. خلينا نتكلم بصراحه، لا في حاجه طبعا ليتلي بقت كمان مع الموبايلات والسوشيال ميديا والحاجات ازاي ده اللي احنا اوريدي كمان بنعاني منها او احنا بنعملها. احنا دلوقتي طالعين ننتقد او يعني نتكلم او نبرزها، لكن للاسف احنا كمان بنعملها، تبقى حتى
حتى الزيارات العائليه اللي هي اسبوعيه، تروح للعيله الولاد المتجوزين او غيره بيزوروا يعني الاحفاد بيزوروا الجدود، برده ماسكين الموبايلات ما حدش بيتكلم قوي. صحيح. الكلام اللي احنا بنقوله ده مش اول مره حضراتكم تسمعوه وناس كتيره اتكلمت فيه، بس هنفضل نتكلم لان هي ظاهره وظاهره سيئه نتمنى ان هي تختفي، لان رمضان يمكن زي ما هيثم بيقول الشهر الوحيد اللي ممكن نكون كمان شويه بنيجي على نفسنا فيه، يعني حتى لو خلاص عايزين نمسك الموبايلات بتاع لا بنستغل القعده اللي احنا بنروحها لاهالينا لجدودنا لغيره ان احنا نقعد مع اهلنا شويه ونسيب الموبايلات شويه، نتمنى ان ده كمان يعني يطبق في الايام الاخرى والشهور الاخرى، لان السوشيال ميديا على قد ما هي جيده على قد ما هي بصراحه كارثيه، يعني صحيح. في ناس بجد بقى في لا استنى ده في حاجات دلوقتي ده في بقى مع التطور الجديد صحيح. اصدقاء ليا اشتروا حاجه برضو يعني انا مش عارفه بالظبط اسمها العلمي ايه لان هي لسه ما انتشرتش قوي، بس حاجه بتركبها كده هيثم على وشك او على عينك تحديدا صحيح. بتروح تبني بيت وبتروح تقابل صحاب، كل ده حاجه يعني مش على عالم افتراضي انت عالم عايز. افتراضي كامل صحيح. يعني انت دلوقتي اصبحت ممكن تعيش الحياه افتراديا وانت صحيح. قاعد في مكانك، فلا الموضوع مرعب. ربنا يستر عليه مرعب جدا تخيل يعني. طب انت برضه وجهتي سؤال واحنا وجهنا سؤال للساده المشاهدين، خليني اسالك سؤال، انت حتى في رمضان معروف الدعاء تحب تدعي كتير طبعا. طيب هسألك سؤال وانت هتسأليني اكيد نفس السؤال، ماشي. مين اول واحد بتدعي له في رمضان؟ بص هقول لك على حاجه بصراحه ولا مش هطلع لا بقى لا لا قولي الصراحه بدعي لنفسي ما فيش حد سامعنا بدعي لنفسي تمام مش طب كويس اول حاجه بدعي لنفسي حلو جدا، وبعد كده ببتدي اتدرج في الدعاء للناس القريبه لقلبي بابايا ومامتي بعد كده وبعدين اخواتي وبعد كده بدعي بجد للناس كلها فعلا، ودي حاجه كويسه ويمكن برضو ده اللي بيخلي الناس تفتكر او الاسر تفتكر بعض، يعني شوف انت قلت ايه، قلت بدعي لنفسي بدعي للقريبين مني صح. فالدعاء في رمضان في حد ذاته بيخلينا نتقارب، بتلاقي نفسك صحيح. في السجود في على الفطار بتدعي لوالدك والدتك، يمكن انت طول السنه ممكن تنسى تدعي لهم صح بننسى ولكن صحيح ولكن مع رمضان اكيد انت بتفتكر وده اللي بيدي فرصه كويسه عشان الاسره تتقارب. وخلينا نقول ان الاسره هي الخليه لبناء المجتمع، لو الاسره دي صلحت بيصلح المجتمع كله، رمضان هو فرصه لبناء واعاده بناء الخليه من جديد، زي ما قالت نهواند قالت ان احنا بنتجمع وفرصه بنتقرب من بعض، ممكن تلاقي اسر ما شافتش بعض طول رمضان، ممكن في صحاب كمان ما شافوش بعض طول رمضان صح. بيبقى فرصه ان هم يشوفوا بعض ويقعدوا مع بعض ويبقى في وقت للكلام، بيبقى في وقت للعباده، رمضان كله خير كله خير الحقيقه، والشهر الكريم الايام معدودات فعلا ايام طبعا. نفسي افهم ازاي النهارده احنا 7 رمضان الايام الحلوه بتجري وهنغمض ونفتح الايه 10 الاخرى هنغمض ونفتح، لما ربنا قالك وانا صغير كنت يعني اقرا الايه اللي بتقول ايام معدودات اقول ايام معدودات ده 30 يوم مش ممكن يكون، ولكن مع العمر والسن ايقنت تمام انه ايام معدودات، بس الشهر جميل والاجمل فيه ان احنا مع جمهور النادي الاهلي كل يوم بالليل. بالظبط كده، ده كلام محترم جدا. وبالنسبه بقى لجمهور الاهلي خلينا نبدا كده، وموضوع مهم جدا بقالنا فتره بنتكلم فيه ولازم نقول او نوجه الشكر لصاحب الجهه زي ما بتقال كده، كل الشكر والتقدير حقيقي سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه. ليه بقى احنا بنشكره؟ لان هو وافق على حضور 50,000 مشجع في استاد القاهره لماتش الاهلي والهلال السوداني، وده لاول مره بتتكلم حضرتك بقى من قد ايه؟ بتتكلم من 10 سنين تقريبا هيتم السماح للعدد ده من الحضور ان هو يكون متواجد، مطلب كان جماهيري، مطلب كان يعني بالجمله زي ما بيتقال صحيح. مطلب كان يعني عالمي، قولها زي ما انت عايز اختار المصطلح اللي انت عايزه، بس كان مطلب لابد منه. 10 سنين يا جماعه 10 سنين كان الجماهير محرومه، كانت الجماهير مش قادره ان هي تاخد هذه الفرصه تحصل على هذه الفرصه، كانت الفريق الفرق المختلفه مفتقده المشجعين بتاعها، المنتخبات مفتقده الجماهير بتاعتها، على فكره بتفرق بشكل كبير زي ما حضراتكم عارفين الجماهير في ظهر اي نادي، وانا هنا هتكلم في العموم مش بس النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي ده قصه ثانيه، بس في العموم الموضوع بيفرق بشكل كبير، ده ممكن يغير لك سير المباراه يعني بشكل كامل، فمسؤوليه كبيره جدا، بس لازم يا هيثم نكون قدها، لازم نكون قدها. وطبعا احنا هنتكلم هنا عن جماهيرنا، جماهيرنا ما تتوصاش، لا تتوصى في التشجيع من اول لحظه لاخر لحظه، ولا تتوصى في الحماس بتاعتهم اللي بينعكس على اداء وروح اللعيبه زي ما كنت بقول لحضراتكم، وده تاريخيا كمان مش دلوقتي مثلا او حاجه جديده حاصله، احنا بنتكلم في حسم مباريات وبطولات في يعني البلاس 90 زي ما بيتقال برضو بروح الجماهير وروح الفانيلا الحمراء ودعم جماهيرنا المستمر في الحلوه وفي المره، فانا اعتقد ان ده من احلى الاخبار معانا النهارده. صحيح، انا كمان بضم صوتي لصوتك انا هوند، والحقيقه لازم نشكر طبعا سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه الحقيقه اللي لبى دعوه صحيح. جماهير النادي الاهلي، يعني مجلس اداره النادي الاهلي هو نبض الجماهير وهو اللي طالب بحضور اكبر عدد من الجماهير، فبالتالي
يعني تم تلبيه طلبات جمهور النادي الاهلي. طيب هنا بيدل على اهتمام الدوله المصريه واحساس الدوله المصريه باهميه هذا اللقاء. النهارده شفنا العدد قبل كده نهاوند، ولكن شفناه في مباراه منتخب مصر. يمكن دي المره الاولى في مباراه احد الانديه يكون الجماهير بهذا العدد الكبير، واحنا قادرين ان شاء الله على اخراج المباراه بشكل جيد. وهنا بنوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، خلاص الموضوع في ايديكم. زي ما النادي الاهلي رائد في كل شيء، رائد افريقيا وفي كل الالعاب على فكره، مش بس في كره القدم. النهارده جمهور النادي الاهلي عليه مسؤوليه، لازم يكون رائد ويكون هو الحجر الاساس في عوده الجماهير مره اخرى. النهارده جماهيرنا لو قدمت طابلو كبير من الالتزام والتشجيع بقوه للفريق، وزي ما بيقولوا طابلو حلو جميل حتى يتقدم للعالم كله، انا متاكد ان دي هتكون العوده حتى في المباريات المهمه في الدوري اللي احنا بنطالب بالموضوع ده بقالنا سنين. يعني بالزبط. زي ما بيقولوا الكوره للجماهير، النهارده الكوره زي ما بيقولوا فعلا في ايد الجماهير، والفرصه في ايد جمهور النادي الاهلي. النهارده احنا كلنا ثقه ان المباراه هتطلع بشكل جيد جدا، وهيكون فتح الخير على نهاوند باذن الله. نتمنى نرجع تاني نشوف الجماهير في مباراه الدوري، واكيد دي خطوه اكيد تسعدنا كلنا. طبعا بص، زي ما النادي الاهلي يعني عنده الرياده في كل الامور تقريبا، اكيد جماهير النادي الاهلي عندها الرياده في كل الامور، وانا اعتقد ان هي هتكون نقطه البدايه باذن الله في ماتش الاهلي والهلال باذن الله. دي هتبقى نقطه البدايه، ونبتدي بقى نشوف عوده مره ثانيه للجماهير اللي احنا والاعداد اللي احنا كنا يعني محرومين منها لاسباب كتيره. ايه رايك نروح نشوف فيديو كده رساله حلو قوي لجماهير النادي الاهلي؟ نشوف الفيديو ده ونرجع لبعض، يلا بينا. يعني فيديو زي ما بتقال كده بيتكلم عن نفسه بجد. شفت قد ايه الرقي، شفت قد ايه الجمال، شفت الممثلين، الشخصيات العامه، شفت شكل الجماهير، شفت التشجيع، شفت الروح الموجوده. بجد مشهد جميل، وفي نفس الوقت هرجع اقول هو بيتكلم عن نفسه، احنا مش محتاجين نشرح اللي احنا شفناه، بس بجد الواحد فخور، فخور على مدار التاريخ ومدار السنين بالمشهد اللي احنا بنشوفه الراقي للجماهير الاهلاويه حقيقي. وخلينا نقول ان فرصتك في ايدك، يعني بالزبط. خلاص الموضوع بالزبط. يعني النهارده 50,000 متفرج في مباراة زي دي، يعني انت بتقرب من الساعة الكاملة لاستاد القاهرة، يعني انت هنا اكيد فرصة ان شاء الله نتمنى انها تدوم. انا واحد من الناس فرحان جدا الحقيقة. انا لما كنت بلعب والاقي الصالة مليانة جماهير غير لما العب والصالة فاضية، صدقوني احساس تاني، حتى اللاعب بيتفاعل مع الجماهير وبيطلع احسن اللي عنده. يعني فرصة كويسة، خلينا نبتدي ونشوف، وكلنا ثقة ان جمهور النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي رائد في كل شيء، وزي ما النادي الاهلي سباق في كل شيء، انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي يوم السبت هيكون اكبر مكاسب المباراه غير المكسب في الملعب ان شاء الله، وده اللي اكيد كلنا بندعي عشانه، في مكسب موازي للجماهير وعودتها. وهنشجع كل الناس وكل المسؤولين لعوده الجماهير مره اخرى. وخلينا نرجع لموضوع مهم كمان ليه علاقه بكره القدم، وهي الدورات الرمضانيه. شوف بقى، لسه كنت هقول لك، بما احنا بنتكلم عن مظاهر رمضان واللي بيميز رمضان عن بقيه السنه، في حاجات كده معانا من واحنا صغيرين، وهي فكره الدورات الرمضانيه. الدورات الرمضانيه دي يعني هي سمه زي ما بتقال اساسيه في شهر رمضان، تظهر لك فجاه كده الدورات الرمضانيه، وليها تاريخ كبير هنتكلم مع حضراتكم فيه. بس هي كره القدم تحديدا اللي بيتعمل فيها دورات رمضانيه، لان هي تعتبر اللعبه الشعبيه الاولى. رمضان الموضوع فيه كمان، او فكره الدورات الرمضانيه ما بتكلفش. تعالوا نرجع، او خلينا نرجع يا هيثم شويه كده. زمان كان الوضع على القد، يعني تحط كده ترسم انت الجول، الناس اللي عندك في الشارع، صحابك في العماره، تعملوا دورات رمضانيه مختلفه، بتبقى حتى مش بفلوس ولا اي حاجه. بعد كده ابتدى الموضوع يتطور. صحيح. شويه بعد كده بقت النوادي، بعد كده بقت مراكز الشباب، بعد كده بقى الموضوع فيه برضو اجر رمزي، يعني الدنيا عماله تتطور. لكن الدورات الرمضانيه من اكبر الحاجات، او من اكتر الحاجات اللي هي بتعبر عن رمضان. ومنها على فكره بالمناسبه طلع برضو لعيبه كتيره جدا، هنتكلم في ده وهنقول اساميهم لحضراتكم. بس فيها متعه، حتى احنا برضو من واحنا صغيرين فكره ان احنا نروح نتفرج، مش لازم تشارك تلعب يعني، بس روح تتفرج، كانت متعه بالنسبه لنا. انا فاكره في نادي السيد عندنا وفي الانديه المختلفه كنا دايما نروح بعد فطار نتفرج على الماتشات المختلفه، تلاقي بقى في مواهب ظهرت. صحيح. تلاقي اصحابك مثلا اللي انت معاهم معاك في المدرسه او غيره ابطال في كره القدم، تفاجئ بالمستوى. فيعني لا بجد من الحاجات الجميله اللي احنا كمان بنعتز بيها في رمضان. خليني يعني استحضر مشهد كده مع الساده المشاهدين، خلينا نفتكر يعني صوره زي دي. دي دوره رمضانيه، مساحه فاضيه قدام بيوت، معلش يا جماعه سيبوا لنا الصوره دي. خطوط الملعب معموله بالجير، وعلى فكره بتبقى مقاسات مظبوطه، يعني الناس بدون ما حد يقول لها والله هنا هوند كانوا عاملين المقاسات. عايز اقول لكم في المشهد ده والصوره دي، شايفين الجمهور؟ شايفين؟ لا يعني قصدي اقول ده، شايفين الجماهير والشباب باقل امكانيات يا هيثم، باقل امكانيات بتتعمل. وخليني اقول لكم يعني بصوا السعاده، عاملين جو جميل وحاضرين مباراه باقل الامكانيات،
وده يمكن موجود حتى الان. يمكن زمان كان الكره الشراب لو تفتكر انا هوان كانت الكره الشراب. بص انا ما افتكرش قوي بس اسمع عنها. لا احنا شفناها في افلام عادل امام الحريق. أيوة. شفنا الكره الشراب ولكن يمكن ما حضرناها. انا عايز اقول يعني الدورات الرمضانيه دي مظهر من مظاهر رمضان طبعا وعايز اقول ان هي على مدار التاريخ خليها شكل زمان. انا عايز اقول لك ان بقى في دورات في بعض المناطق بيبقى فيها جوائز ماليه. يعني يقول لك الاول هياخد مش عارف كام. وتلاقي الناس يا هيثم هم اللي بيجمعوا من بعض فعلاً. يعني اهالي المنطقه اللي بيجمعوا من بعض. صحيح. يعني حاجه جميله. وهقول لك على حاجه، احنا ياما قلبنا على السوشيال ميديا وشفنا لقطات كوميديه وفكاهيه في دورات رمضان. اي حد بيجيب جون بيجري بطريقه كوميديه. يعني قصدي اقول ان الدورات الرمضانيه دي يعني الحقيقه كلنا عشناها، حتى اللي ما عندوش مساحه فاضيه بيزحف لابسين طقم واحد وشورت واحد عايشين جو حلو. حتى واحنا صغيرين لو ما كانش في مساحه فاضيه كانت الناس بتنزل تلعب في الشارع في الحته اللي قدامهم، يقسموا ويعملوا يعني طوب صغير ويحطوا المقاسات بتاعت الملعب ويلعبوا ويقعدوا يلعبوا. والجميل كمان كان قبل الفطار وبعد الفطار. اه عندك صح صح يعني ناس تتقسم هنا وهنا. مظبوط. يعني ممكن تلاقي قبل الفطار بعض الدورات الرمضانيه وقبل الفطار وبعد الفطار، فطبعا ملهاش وقت. حاجه مظهر جميل يعني. حتى ده بصي يعني كمان ده في بند كمان بند موسيقي في شغل عالي بتاع. لا لا ده حقيقه. ده فين الدوره الرمضانيه دي يعني هتلاقيها في كل شارع يا هيثم، هتلاقيها في شوارع واحياء مصر المختلفه. لا لا بصي الولد الصغير مركز ازاي. اه لا بصي طبعا بصي السلك طبعا مركز. وعلى فكره بقى خلي بالك من حاجه، فكره كمان ان انت تروح وتعمل دورات رمضانيه ليها اكتر من يعني زي ما بتقال ناتج حلو ايجابي. ان انت اولا بتلفت نظر الشباب الصغير والاطفال الصغيرين للرياضه. صحيح. فكره ان هم يتفرجوا نفسهم يبقوا زيك، فانت بتغير شويه الفكر الوحش او الحاجات اللي الاوقات بتبث في الدراما او في السينما موجود في العالم كله مش بتكلم بس عندنا. فانت بتبتدي تشد انتباه الاطفال دول للرياضه اكتر للكوره اكتر، فاعتقد ده في العموم كله بيبقى نتائجه ايجابيه علينا جميعا وعلى المجتمع. انت عارفه الدوره دي في الغربيه تحديدا بلغونا في الغربيه. فيعني بقول لكم في كل مكان الحقيقه هتلاقي الدورات الرمضانيه دي بصراحه. وكمان الجميل فيها ان اكاد اجزم انا يعني من غير ما افكر ان مفيش نجم كبير في كره القدم الا ما لعب دوره رمضانيه مستحيل. انا عايز اقول لكم ان حتى احنا في القناه هنا يعني مع نجومنا الكبير كابتن اسلام الشاطر طبعا نجم كبير، كابتن ايمن شوقي، بنعمل كل ده بيتعمل دورات رمضانيه. يعني قصدي اقول لك انت مغمض كده مفيش نجم موهوب في كره القدم خرج الا ما لعب يا اما كره شراب يا اما لعب دوره رمضانيه لازم. فاذا الدوره الرمضانيه تعتبر مظهر من المظاهر اللي ليها تاثير ايجابي جدا على الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. بس هسال سؤال هنا بقى، هل في هساله لك انت وانا يعني عارف الاجابه، هل في دورات رمضانيه الالعاب الاخرى؟ بص المشهوره الدورات الرمضانيه معموله مينلي لكره القدم زي ما كنت بقول لك ان هي لعبه شعبيه. صحيح. اولى. صحيح. لكن انا مثلا عندنا في النادي من واحنا صغيرين انا ما شفتش دورات رمضانيه ثانيه، بس بتهيألي فيه صح كده؟ فيه على نطاق ضيق جدا. نطاق ضيق جدا يعني في الالعاب الاخرى. ليه؟ الالعاب الاخرى يعني عشان تعمل دوره رمضانيه مش لازم تبقى بامكانيات. عايز في الباسكت بوردين باسكت مثلا ده مش هتلاقيه في اي حته. عايز مثلا في كره اليد عايز ملعب قانوني في كره اليد طبعا ده مش هتلاقيه في كل حته. بالظبط. فإذا كرة القدم سر انتشارها الرهيب إن هي بتنتشر بإمكانيات بسيطة. بالظبط. قلة الإمكانيات أو سهولة الإمكانيات خلينا نقولها. وده سبب إن اللعبة الشعبية الأولى إن الناس بتحبها وممارستها مش عايزه امكانيات. انت كنت اكيد بتلعب برضه في الدورات؟ لا انا كنت بتمرن. يعني كنت كان المدربين والله انا وانت كانوا يحبوا يعملوا لنا التمرين قبل الفطار وانا ما كنتش احب اتمرن قبل الفطار. كنت بتعب جدا بس كنا مضطرين كنا نروح قبل الفطار وبس. كان في المقابل اقول طب بعد الفطار ابقى فاضي، نفاجئ بماتشات بقى بعد الفطار. لا ده احنا لينا ذكريات كبيره جدا يا وند مع رمضان. بص ذكريات حلوه جداً. وكمان لو رحنا شويه لتاريخ الاسماء الكبيره او تاريخ الدورات الرمضانيه واشهارها واقدمها، خلينا نروح مثلا لدوره الفلكي في اسكندريه تحديدا. نعم. يعني بتتعمل خليني اقول لحضراتكم من 47 سنه بمنطقه الحضره تحديدا في اسكندريه، وبيشارك فيها فرق كتيره جدا. كل فرقه بتتسمى باسم شارع او منطقه اللي هو جاي منها، وبتتلعب كل يوم قبل الفطار. واعتقد حضراتكم يعني ما فيش حد تقريبا ما سمعش عنها، بحضور كمان بيكون كبير جدا من الاهالي اللي بيشجعوا اللعيبه، وناس بتيجي على فكره من حتى مناطق مختلفه مش لازم يكونوا من المنطقه نفسها. وبدات فكرتها من كابتن سيد الفلكي من مشاهير الدورات الرمضانيه تحديدا في اسكندريه. وبدايتها كانت دورة يعني على مستوى صغير كده كان بين الفرق بتاعة المنطقة،
وبعد كده مع السنين الموضوع كبر شويه وكبرت كمان الفرق وبقى في مراكز شباب زي ما انا كنت بتكلم، وابتدت مراكز الشباب تشارك في كمان هذه الدوره او دوره الفلكي. ويمكن كمان يعني في سنه من السنين كان كابتن محمد لطيف طبعا يعني حضر احدى المباريات دي واذاع كمان المباراه بشكل كامل، كانت لقطه حلوه جدا وسنه لن تنسى يعني. ده كان حدث طبعا وقتها كبير جدا، ليه اهميه كبيره كمان للدورات الرمضانيه ودوره الفلكي هنا بنتكلم تحديدا. كمان الدوره دي خرجت لاعبين كبار زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني في مواهب فعلا بتخرج من هذه الدورات. عامله دلوقتي زي مثلا المشروع بتاع البطل الاولمبي اللي وزاره الشباب بتقوم بيه، فكره ان انت تنزل وتدور على المواهب بتاعتك وغيره. الدورات الرمضانيه شويه شبيهه بكده، ما انت بتروح اي حد ممكن يشارك ما فيش شروط، ومن خلال اللعبه ممكن فعلا تكتشف حد عندك زي كابتن احمد الكاس وكابتن احمد ساري ورأفت شاهين، فلا اسماء كبيره جدا وقامات كبيره جدا شاركت. فبجد لا يعني انا بشوف ان دي نموذج رائع صحيح. جدا وايجابي. وفي دورات كمان لفتت النظر السنه دي، دوره مؤمن زكريا مثلا، دوره مؤمن زكريا عملوا حاجه جديده، استخدموا الفار. انا سمعت مش هزار يعني، عايز اقول الموضوع بيكبر يا هيثم كل شويه، الموضوع بيكبر بيخرج بره السيطره يعني وده مش مخصص. اولا ده بتعمل في محافظه بنظمها اهالي المنوفيه الكرام طبعا، ومش مخصصه بس لفرق من المحافظه، ولكن بتضم فرق تانية من كل المحافظات المجاوره. وكمان في دوره تانية اتعملت في الدقهليه وطبقوا فيها كمان تقنيه الفار، وزي ما انتم شايفين لوحه التبديل زي بتاعه الماتشات اهي هون، والفار اهو. لا قصه، لا الموضوع وسع وواضح ان احنا كده مش يعني رايحه بينا على فين يا دورات رمضانيه فعلا. وفي الغربيه كمان في قريه محله روح في تبع المركز ومدينه طنطا محافظه غربيه، استخدموا مجسمات بوجي وطمطم. بصي ده مصورين كمان تصوير بدرون وبتاع يعني شغل ودرع ومجسمات لعيبه. وكمان بقول لكم الدورات حتى استخدموا مجسمات لبوجي وطمطم لاطفاء جو من البهجه على افتتاح الدوره الرمضانيه، استخدموا برضو تقنيه الفيديو زي ما قلت لحضراتكم. وفي طبعا مزامير وشايفين حتى عاملين افتتاح للدوره الرمضانيه. لا وعايز اقول لك، وبصي المنظمين لابسين، بص الملخص فيه ابداع. في ابداع عندك فعلاً. ولقطات فعلا مميزه للدورات الرمضانيه، ومش بتتكلم في محافظات كبيره، بتتكلم في كل كره. صحيح. كل كره وحتى الكره الصغيره، فيعني بجد حاجه جميله، ويا رب يديمها علينا، لان هو ده او هي دي المشاهد اللي تاني هرجع اقول بتميز مصر عن بقيه العالم. حاجات جميله وطقوس عندنا كده وعادات وتقاليد، نتمنى ان هي تستمر معانا باذن الله. واحلى حاجه يعني قبل برضو ما انسى يا هيثم، لان انا كنت عايزه اتكلم في النقطه دي، قد ايه بتشوف الناس بقى وتحديدا في كمان، لان المناطق الشعبيه خلوا بال حضراتكم هي المناطق الاسعد واللي هي بتحس بالفرحه اكتر وبتشارك اكتر في المناسبات اللي زي كده. تلاقي بقى الشارع كله بيتفق مع بعض، بيظبط مع بعض عشان الزينه، عشان الفوانيس، ومش بس على فكره في المناسبات الاسلاميه، عندك في كل المناسبات. صحيح. هنا بنهني هنا. صحيح. وهنا بنهني. صحيح. بعض يعني نسيج واحد. هي دي المناطق اللي فعلا تحس ان هي دي مصر الاصيله. فمره ثانيه كل سنه واحنا جميعا يا رب بخير وبهذه الروح الجميله اللي احنا فعلا بتميزنا عن اي حته ثانيه. بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم في مباريات مهمة عن الأهلي ومنتخب مصر في رمضان، تعالوا نروح مع حضراتكم لآراء الجمهور عن تقسم في متابعة المباريات في رمضان، بيشوفوها فين، بيشوفوها مع مين، بيشوفوها أصلا ولا. خلينا نتابع ونرجع نكمل. اتفرج على الماتش يعني على حسب ما بظبط، ممكن أنا وأصحابي خلصنا شغل وخلصنا فطار، والماتش بيبقى بعد الفطار، فبننزل بقى نشوف اي كافيه اي قهوه. ما ظبطتش بتبقى مع العيله يعني، على حسب لو بابايا ليه في الكوره بتفرج معاه، اخواتي كده يعني، على حسب ما بتتظبط. في الاغلب صحابي بيجوا لي البيت نتفرج مع بعض، وفي الاغلب بتفرج على القهوه يا اما باجي اتفرج في النادي هنا. هو طبيعي ان انا بتفرج في اي ماتشات على القهوه مع اصحابي والكلام ده كله، بس ما عشان خاطر رمضان فمفيش قوي فاتحه والدنيا صيام، فاكيد في البيت. وبالافضل انك في البيت عشان خاطر برضو ايه يعني الواحد يبقى عامل ايه في سيلف كنترول كده على نفسه. نشاط الاهلي ده لازم اقعد اتفرج لوحدي خالص في البيت، واقف على نفس الاوضه وابقى مركز قوي، لان انا ساعات بتنرفز قوي ومش عايز حد يشوفني وانا بتنرفز قوي كده. واغلبيه الوقت يعني بتفرج عليها في البيت مع نفسي بصراحه، احب اتفرج ماتشات لوحدي او مع صحابي، بس مش في الشارع، مش في الكافيهات يعني، بتبقى زحمه، فانا بحب اركز اكتر مع نفسي كده او مع اصحابي يعني. بعد الفطار كده على القهوه مثلا مع الشباب، بعد القهوه بعد الصلاه بساعتين كده او حاجه على الساعه 9 مثلا، يكون الواحد خلص وهضم وعمل كل حاجه يعني.
اكيد رمضان ليه ذكريات مع كل واحد، يعني مفيش شك ابدا ان يعني كل واحد عاش اجواء رمضان اكيد ليه ذكريات معاه، ويمكن لعيبه الكوره يعني ليهم ذكريات كبيره جدا، سواء مباريات سواء وهم صغيرين. الحقيقه رمضان مرتبط معانا في كل خطوه، حتى لما رمضان بيخلص ويفوت شهر او اتنين تلاقي الناس بتشتاق له، تقول يا طب رمضان هيرجع امتى، وبيبداوا يعدوا الايام ويعدوا الشهور لغايه ما يجي رمضان اللي بعد كده. الحقيقه يعني رمضان يعني يمكن مقترب جدا او قريب جدا من الرياضيين، ومن مظاهره الكبيره الرياضه. وخليني اقول لكم حاجه كمان، يمكن اهم مباريات، وفي مباريات كتيره مهمه لمنتخب مصر والنادي الاهلي اتعملت في رمضان، وفي بطولات كتيره جدا فاز بيها النادي الاهلي ومنتخب مصر في رمضان. فاذا رمضان مرتبط جدا بكره القدم، ومش بس مع اللعيبه لا، ومع الناس العاديين. وخلينا نتكلم، يمكن زي ما حضرتك شفت يا نهاوند وهم بيتكلموا مع الجماهير وبيتكلموا مع رايهم، كل واحد ليه ذكرى، كل واحد ليه اكشن اتعمل في رمضان، ليه ذكرى مع مباراه، ليه ذكرى مع منتخب مصر. فرمضان الحقيقه مرتبط بوجدان كل جماهير الكره المصريه. طيب تعال نروح بقى لمقر النادي الاهلي بالجزيره ومراسلنا محمد توفيق عشان نتابع تدريبات الاهلي والاجواء هناك عامله ازاي في شهر رمضان. لو توفيق جاهز يا جماعه قولوا لنا. طيب هنحاول نرجع مره ثانيه لتوفيق. خلينا طيب خلينا نحط نفسنا مكان لعيبه الكوره هنا. انا افتكرت مكان توفيق. لا توفيق بقى يجي لما يجي لما يجي بقى. الفكره ان النهارده عندنا مباراه، او لعيبه الكوره عندهم مباراه يوم السبت مهم جدا في النادي الاهلي. و في رمضان بيتمرنوا اكيد صبح وبالليل. بس انا بتفائل يا هيثم بمباراه رمضان جدا 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 دي حقيقه. بس انا عايز اقول ايه، ان النهارده يعني جاي في اجواء لعيبه بتتمرن صبح، حتى الخمس ايام راحه لمستر كولر ادى للعيبه. احنا النهارده ما اكيد اللعيبه ما ريحتش، يعني الراحه السلبيه دي تلاقي لعيب جه الصبح بالليل. فاذا اللعيبه عليها حمل كمان، يعني الصيام والتمرين الصبح وكمان بالليل. فالحقيقه هتلاقي الجو ده مش بيلاقوك طول السنه، يعني مش طول السنه بتيجي مباريات مهمه وبتيجي في الوضع ده. بس الحقيقه زي ما قالت نهاوند احنا متفائلين جدا. صحيح. يمكن رمضان بيعلي تركيز اللاعب، بيخليه محافظ جدا على اكله. الصيام فتره طويله بيدي راحه للجسم، بيدي راحه للمعده. فاذا ان شاء الله انا متوقع ان احنا نلاقي اللعيبه، يا رب توقع وتمني، هنلاقي اللعيبه في فورمه جيده ان شاء الله يوم السبت. بص ده شق مهم جدا. الشق الاخر ان انت واثق ان اللعيبه بتاعتنا والفريق الاول بتاعنا بمجلس الاداره بالمدير الفني بالجهاز الفني كله عايز يفرح جماهير النادي الاهلي، كله عايز يعني مش هقول يصالح ابدا، لكن احنا كده كده مش زعلانين، لكن احنا بنبقى عندنا غيره على الفريق لما ما يكونش في المستوى اللي يليق بيه، بيبقى عندنا غيره، بنقول احنا ليه ما وصلناش المستوى بتاعنا مش المستوى الاعلى مننا. فانا اعتقد المباراه القادمه زي ما احنا قلنا هي مباراه لا تقبل القسمة على اثنين، وده اللي هيحصل، والفريق بتاعنا باذن الله هيعمل الاداء المطلوب منه، وهنشوف يعني لعب كويس على الارض، وتاني حاجه هتشوف نتيجه باذن الله تكون مرضيه. يعني ما عندناش رفاهيه ابدا ان احنا نخسر اي نقاط، واثقين في الفريق ومصدرين هذه الثقه كمان والروح للسوشيال ميديا وللمواقع المختلفه وحتى بشكل مباشر كل ده واصل. خلي بالك حتى لو احنا بنتكلم عن مساوئ السوشيال ميديا، بس حتى الحاجات او الطاقه السلبيه اللي خارجه منها او الايجابيه بتفرق بشكل كبير طبعا. وانا بشوف على السوشيال ميديا وبتابع على فكرة طاقة إيجابية كبيرة جدا، في ثقة كبيرة جدا من الجماهير. فأنا أعتقد كل ده هيوصل كمان للعيبة، ربنا يوفقهم إن شاء الله. عندنا يعني زي ما تقال كده امتحان كبير، بس إحنا قدها. لو خلينا ننتهز الفرصة برضو يا نهاوند ونقول طبعا لكابتن محمود الخطيب ألف سلامة، ألف مليون سلامة، إن شاء الله يعني يتحسن ويبقى في أحسن حال. وأكيد وجود كابتن محمود الخطيب مع الفرقة بيديها دعم وقوة كبيرة جدا. النهاردة كابتن محمود الخطيب ليس فقط رئيس النادي الأهلي، ولكن هو أحد أساطير النادي على مدار التاريخ. يعني يمكن مش عايز أقول يعني من أحرف لاعب جاء في كرة القدم، ولكن خلينا نقول أسطورة كبيرة كابتن محمود الخطيب. نتمنى له كل الشفاء، وأكيد كل قلوبنا وجماهير النادي الأهلي بتدعي له إن شاء الله أنه يتحسن. واكيد يعني يوم ما النادي الاهلي او الفريق هيأدي بشكل كويس ويكسب، اكيد دي حاجه هتفرح كابتن محمود الخطيب حتى لو هو مش موجود مع الفريق. فطبعا اكيد بنقول له الف سلامه. انا بتفق معاك طبعا. بص احنا يعني مش عايزين نقل حضراتكم، احنا بنطمن حضراتكم طبعا عن كابتن محمود، بس اكيد كلنا لازم ندعي له، كلنا لازم نقول ربنا يقومه بالف سلامه يا رب. وهنتابع مع حضراتكم اكيد على قناه النادي الاهلي، اكيد هيكون في تصريحات مختلفه من النادي الاهلي عن حاله كابتن محمود علشان نطمن حضراتكم، مهم جدا. ناس كتيره كانت بتسال طبعا، ناس كتير يهمها ان هي تطمن على كابتن خطيب، فان شاء الله يقومه بالف سلامه وتبقى كده يعني فتره
وسريعه جدا وتعدي باذن الله، يبقى علينا احسن من الاول كمان. ايه رايك نروح لمحمد توفيق بقى؟ خلاص محمد توفيق كنا نقول لو كنا مكانه. نروح لمراسلنا طبعا وزميلنا العزيز محمد توفيق من ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان يقول لنا وينقل لنا اخر استعدادات الفريق لمباراه الهلال القادمه يوم السبت. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحت حضرتك والنهواند ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يوم جديد ويوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، والليله رمضانيه جميله من هنا من داخل فرق النادي الرئيسي بمقر رئيسي بيت الجزيره، وتدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعدادا للمواجهه الهامه جدا في ختام دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا امام الهلال السوداني. الفريق رجع يعني بعد الاجازه اللي حصل عليها بالامس، الفريق بيرجع لتدريباته اليوم. يمكن الفريق اتجمع فيه تمام الثامنه والنصف، كان فيه محاضره استمرت لاكثر من نصف ساعه في غرفه المحاضرات اتكلم فيها مستر مارسيل كولر طبعا المدير الفني للفريق عن اهم يعني نقاط القوة والضعف الفريق الهلال السوداني، وكمان يمكن عرض بعض اللقطات للفريق وكمان لفريقنا وتحليل الاداء فيه خلال الفترة الاخيرة. ابرز مشاهد التمرين اللي مستمر الى الان باذن الله ان طبعا عوده الدوليين اللاعبين المصريين اللي كانوا في المنتخب الوطني في مباراته الاخيره امام ملاوي، الفريق يعني معظم اللاعبين كلهم وصلوا وموجودين بالفعل في التمرين، ولكن فضل الجهاز الفني خضوع محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمد هاني لبعض التدريبات الاستشفائيه بالجيم واكتفى بهذه التدريبات الاستشفائيه. كمان علي معلول نجم النادي الاهلي ونجم منتخب تونس وصل بالفعل وموجود في تمرين اليوم، ولكن برضه يمكن الجهاز الفني فضل الاكتفاء النهارده بتمرين استشفاء فقط في الجيم، يتفقى فقط عوده طبعا بيرسيتاو لاعب منتخب جنوب افريقيا واليو ديانج اللاعب المالي الدولي، وهيوصلوا خلال ساعات باذن الله. وبطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موجودين بكره باذن الله في تمرين الفريق الاساسي لمباراه، يعني ده التدريب الرئيسي باذن الله هيبقى غدا في تمام التاسعة مساء ايضا، ده يبقى التدريب الاساسي والرئيسي لمباراه الهلال، ومن بعدها اخر تمرين هيبقى ان شاء الله يوم الجمعه في نفس موعد المباراه، وده هيبقى تدريب خفيف تدريب ختامي ان شاء الله قبل المباراه. كمان الاجتماع الفني الخاص بالمباراه باذن الله مقرر للثامنه مساء الجمعه المقبل باذن الله هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وعوده اللاعبين وعوده الروح لملعب مختار التتش هنا بالجزيره بعوده التدريبات، وكل اللاعبين يعني زي ما احنا شايفين ورصدنا في تدريباتنا امل ثقه تصميم ان شاء الله لاسعاد جماهير النادي الاهلي الكبيره والعاشقه للنادي الاهلي في كل ارجاء العالم، وخاصه اللي هيكونوا موجودين في الاستاد اللي بنعول عليهم كتير جدا ان شاء الله يكونوا بيأدوا دورهم الدائم والمتوقع والمنتظر منهم ان شاء الله، ويكونوا 50,000 بمقام 50 مليون، وان شاء الله تشجيعهم يكون دافع كبير جدا للاعبين ويقدموا مباراه كبيره، وان شاء الله نحقق الهدف الاساسي منها وهو الصعود باذن الله للدور الثاني. كما كابتن هيثم نهاوند اتفضلوا. طيب طبعا توفيق كل سنة وانت طيب. في البداية أنا عايز أسألك عن حاجتين مهمين، أولا عايزك تطمنا عن حال يعني كابتن حسين الشحات طبعا بعد كمان فكرة هنا وفاة والده، حابين نطمن برضو عليه، دي نقطة. النقطة الثانية كان في خبر معايا وبرضو لو عندك تفاصيل بيتكلم على أن الأهلي بيخاطب النقل العام لتخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير لاستاد القاهرة، لو عندك برضو بعض التفاصيل الخاصة بهذا الخبر اتفضل يا توفيق. بالطبع يا هواندي، يمكن طبعا الجزئيه هبدا من الجزئيه الثانيه وجزئيه توفير يعني مركبات لنقل جماهير النادي الاهلي للاستاد. يمكن دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي تواصل مع الجهات المعنيه بهذا الامر لتوفير زي ما قلنا خطوط سير من وسائل النقل العام لتسهيل طبعا وصول الجماهير للملعب باذن الله، خاصه مع العدد الكبير، وهيبقى طبعا في وقت ذروه اللي هو قبل يعني ما قبل الافطار، خاصه ان يعني فتح ابواب الاستاد هيبقى ابتداء من الساعه 4 عصرا والى الثامنه مساء. كمان يمكن برضو مترو الانفاق ودور كبير خاصه مع قرب استاد القاهره من اكتر من محطه، يمكن في محطه الاستاد وكمان في محطه معرض الكتاب، هيكون برضو ده بيسهل كتير جدا على جمهور النادي الاهلي خاصه جمهور الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه شمال. كمان زي ما قلت يعني الدكتور سعد الشلبي تواصل مع الجهات المعنيه، وان شاء الله هيكون في يعني استجابه ككل الجهات الوطنيه اللي بتعاون دائما مع النادي الاهلي وكل الانديه المصريه وبتؤازرها في مثل هذه المواقف بتوفير ان شاء الله خطوط اضافيه، خاصه زي ما قلت لك وقت ذروه وقت افطار، فاعتقد ان شاء الله كل الامور دي النادي الاهلي دايما بيدي اعظم الامثله في التنظيم وفي مثل هذه الامور، خاصه في المباريات الكبرى اللي متعود عليها دايما النادي الاهلي. فعايز يعني اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي ان هذا الامر مكفول تماما، وان شاء الله يبقى في تسهيلات كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي سواء يعني قبل المباراه او كمان في خروجها وتامينها ما بعد المباراه. الجزئيه الثانيه يمكن حسين الشحات طبعا هو ابرز الغائبين عن مران اليوم طبعا باذن من الجهاز الفني ومن كابتن صالح عبد الحفيظ، طبعا نظرا لحاله الوفاه اللي يمكن ده مأثر نفسيا كتير جدا على حسين، بس باذن الله يكون موجود مع زملائه وان شاء الله يكون موجود في مباراه الهلال السوداني ويكون واحد من عناصر كتيره جدا مهمه ان شاء الله تحقق زي ما قلنا الهدف المرجو والهدف من المباراه والصعود باذن الله للدور الثاني. كل اللاعبين زي ما قلت لك حالتهم النفسيه والمعنويه
بشكل اكثر من خاصه لاعبي المنتخب سواء الاول او الاولمبي كمان بعد عودتهم بنتائج ايجابيه جدا وصعود المنتخب الاولمبي للتصفيات النهائيه المؤهله للاولمبياد وكمان المنتخب الاول واقترابه بشكل كبير جدا من الصعود لكاس الامم الافريقيه باذن الله. لا يتبقى سوى حاجه واحده بس، توفيق ربنا ثم دعوات كل جماهير النادي الاهلي باداء مباراه كبيره وتحقيق الفوز باذن الله. باذن الله توفيق باذن الله. يعني يمكن توفيق غطانا كل حاجه الحقيقه كاننا عايشين في النادي الاهلي. اكيد بنشكرك محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره على طبعا توضيحك ونقلك الاجواء للفريق، وطبعا بننتهز الفرصه ونعزي حسين الشحات اكيد لوفاه والده ربنا يرحمه كان متعلق بيه جدا. وحسين الشحات يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ان شاء الله يعدي الفتره الصعبه دي. الحقيقه بتبقى صعبه جدا على اللاعب خاصه لما بيكون والده الحقيقه يعني مرتبط معاه ويعني ودايما قريب منه خاصه في كرة القدم. يمكن أنا مريت بمرحلة زي دي ولكن بتبقى صعبة، ولكن حسين الشحات من اللعيبة الرجالة اللي ممكن نهواند إن شاء الله يعدي الـ 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 الأزمة دي، لأن أكيد والده كان عايز إنه يكون أحسن وأحسن، ولو هو موجود هيقول له أقف من الكبوة دي وساعد النادي الأهلي إن شاء الله على الفوز. أكيد حسين هيعدي الفترة دي على خير. ربنا يقويه زي ما أنت قلت، حاجة بتكون صعبة يمكن أشد المصائب على أي إنسان وفاة أحد والديه أشد المصائب. صحيح. فربنا يعديها على خير ويرحم والده. وإحنا كلنا طبعا عارفين زي ما كنت بتقول برضو يا هيثم العلاقة القوية اللي كانت بين كابتن حسين الشحات ووالده وحرصه الدائم على يعني نجاح كمان حسين الشحات وتواجده المستمر معاه واهتمامه بيه وغيره. ربنا يقويه ويعدي هذه الكبوة على خير ويرجع لنا، لأن وجوده أكيد مهم جدا، عنصر أساسي من العناصر الموجودة عندنا في الفريق الأول. إن شاء الله ويرحم والده بإذن الله ويعني يسكنه فسيح جناته. لدعوتنا الوالد حسين الشحات. طب إيه رأيك نروح النهاردة لرجوان طبعا زميلتنا العزيزه، عندنا اخبار كتيره الحقيقه بالزبط. واخبار مش بس تخص كره القدم، لا اخبار تخص كمان الالعاب الاخرى. رجوان من يعني طبعا من مراسلنا او مراسلنا الشطار اللي دايما بيجيبوا لنا اخبار كويسه. اتفضلي يا رجوان. طبعا في البدايه برحب بيكم، برحب بيكي نهواند وبرحب بزميلي طبعا كابتن هيثم سعيد. مبسوطه جدا وسعيده طبعا بالانضمام النهارده معاكم يعني في برنامج الاهلي في رمضان. الحقيقه يعني انا مبسوطه ان انا طالعه معاكم النهارده، واكيد برحب بمشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان وبقول لهم كل سنه طبعا وانتم طيبين ورمضان كريم علينا يا رب. كل سنه وانت طيبه يا روزان ورمضان كريم عليكي. يلا بقى قول لنا ايه معاك النهارده من الاخبار، وعايزين نعرف كمان لو في حاجه تخص الالعاب الاخرى يبقى كويس جدا. معايا يعني اكيد اخبار كتير متعلقه بالالعاب الاخرى يا كابتن. خلينا طبعا الاول نبدا بخبر عن منتخب مصر. يعني النهارده طبعا وصل منتخب مصر للقاهره بعد الفوز على ملاوي في الجوله الرابعه من مرحله التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2024. الحقيقه يعني المنتخب حقق فوز كبير على منتخب ملاوي برباعيه نظيفه سجلها طبعا طارق حامد، عمر مرموش، محمد صلاح واحمد سيد زيزو، وبكده طبعا رفع منتخب مصر رصيد لتسع نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما بيأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثم ملاوي في المركز الرابع والأخير بنفس برضو الرصيد. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني اللي بيحقق مع فيتوريا الحقيقة انتصارات متتالية، خاض خمس مباريات مع منتخب مصر حقق فوز خلالهم وسجل الفراعنة تحت قيادته 14 هدف ودخل مرمى المنتخب هدف وحيد. خليني أتوقف برضو يعني في النقطة دي، خليني أعرف رأيكم أكيد أنا هواند وكابتن هيثم، رأيكم في أداء منتخب مصر طبعا الفترة الأخيرة مع روي فيتوري. بصي هقول لك على حاجة، أنا من الناس اللي شايفة ابتدى يبقى فيه أمل. يعني كان جت فترة على المنتخب بصراحة الواحد كان بيحزن، خليني أكون صريحة مع حضراتكم، الواحد كان بيحزن وهو بيتفرج على المباريات المختلفة اللي أنت بتشوفي أداء لا يليق بمنتخب مصر. بس حقيقة أو الحق يقال الأداء بقى مختلف بشكل كبير لو تتفقوا معايا. فيتوريا اختيار أعتقد جيد جدا، ابتدت اللعيبه حتى هنا بنتكلم على المستوى المحلي، اللعيبه المحليه او اللعيبه المحترفه ابتدت ان انت تلاقي كيمستري ما بينهم، ودي كانت مش موجوده يا هيثم، كانت مش موجوده يا روزان لو تتفقوا. اللعيبه كلها عارفه بعض وغيره، لكن فكره ان هم يلعبوا مع بعض ما كانتش بتشوف الكيمستري فيها قوي، لا شفنا ده مع فيتوريا. فانا من الناس المتفائله جدا وسعيده بالمستوى اللي احنا فيه لحد هذه اللحظه. خليني اقول حاجه مهمه من وجهه نظري، كان المنتخب قعد فتره طويله يمكن سنتين ثلاثه اللي فاتوا يا روزان كان يتقال منتخب مصر ومنتخب محمد صلاح، العب يا محمد، حط يا محمد. النهارده لا، النهارده محمد صلاح عنصر مهم، حاطط هدف هنا وهدف هناك وعامل هدف وليه دور مهم جدا، ولكن المنتخب ليس منتخب محمد صلاح. هو ده اللي كان عايزه حتى نفسه محمد صلاح، عايز يلعب كتيم ورك.
مش عايز يكون الاعتماد الاول والاخير عليه. انا شايف النهارده في لعب جماعي، لعب جماعي بشكل كبير جدا، تقارب الخطوط، فكر منتخب مصر اصبح انه لما يطلع بره لا طالع يكسب، مش طالع عشان يحقق نتيجه او يدافع. شفنا تمثيل مشرف الجمله دي، تمثيل مشرف دايما سمعناها كتير، صحيح. نهوان، فاذا المنتخب الحاجه الثانيه في ضبط وربط على الخط، في ضبط وربط واضح في اوضه اللبس. فيتوريا من المدربين واضحين ان كلامه قليل وشغل كتير، والحقيقه دي حاجه تهمنا جدا. احنا شفنا مدربين كتار وبدون ذكر اساميهم كان كلامهم اكتر من شغلهم، ولكن النهارده ده يخلينا نتفائل. ولكن يا روزان خلينا نقول ان ثلاث مباريات، او يمكن خلينا نقول المباريتين او المباراه الحقيقيه اللي كانت خارج ملعبنا في ملاوي، ممكن ده مقدمه، ولكن لازم نحكم على الفريق بفتره اطول. البدايه موفقه، خطوتين ثلاثه جيدين، زي سو فار سو جود زي ما بتقول. صح صح، فان شاء الله نتمنى التوفيق. والجميل كمان ان المنتخب الاولمبي كمان عمل نتيجه كويسه. بالفعل يمكن بضم طبعا صوتي لصوتكم، يعني انا رايي فعلا الحكم شويه بدري ان احنا نحكم، ولكن انا متفائله اكيد، بضم صوتي لهواند ان انا متفائله اكيد. روي فيتوريا يعني مقدم لحد دلوقتي مباريات عظيمه يعني، وده اكيد بيعكس مشاركه المنتخب. خلينا بقى نروح نتابع النهارده كمان رساله النادي الاهلي للجماهير قبل المواجهه المهمه امام الهلال السوداني في بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيواصل استعداداته لمواجهه الهلال السوداني مساء السبت المقبل على استاد القاهره في الجوله السادسه من مرحله المجموعات بالمسابقه القاريه. الاهلي والهلال بيتنافسوا على بطاقه العبور لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيحتل المركز الثالث في المجموعه الثانيه برصيد 7 نقاط، بينما الفريق السوداني بيتواجد في المركز الثاني ب10 نقاط. وعايزين كمان نوضح يعني حاجة مهمة بشأن حضور الماتش، وهي أن شركة تذكرتي خصصت منافذ بفرعي النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر للراغبين من أعضاء النادي في استخراج الفان آي دي حتى يتمكنوا من دخول مباراة الأهلي والهلال يوم السبت المقبل، لأن طبعا يعني الجهات يعني اشترطت وجود الفان آي دي بجانب التذكرة لحضور اللقاء، وده طبعا شيء مهم جدا. والمنافذ دي هتتعمل يوميا من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، ومن 8 حتى 11 مساء. ده كلام على فكرة مهم جدا انت بتقوليه، وخدمة عظيمة، لان في ناس كتيرة جدا بتتوه علشان تعرف ان هي تطلع الفان اي دي. احنا من خلال المنافذ الموجودة في الفروع عندنا وتحديدا كمان الجزيرة سريعا جدا وفي ثواني هيكون معاك الفان اي دي. انا جبت تيكت يعني جبت التذكرة بتاعتي، بس لسه الفان اي دي ان شاء الله ما اعتقدش ان هي هتاخد ساعة ان شاء الله او حاجة زي كده، هعملها بكرة. فلا خدمة اعتقد سهلت كتير جدا صح. كمان على جماهير النادي الاهلي بالفعل يمكن في المباراة دي تحديدا، لان مباراة صعبة وجماهيرها طبعا كتير وكل منتظر يعني هذه المباراة. وخلي بالكم المنافس دي كمان لاعضاء النادي الاهلي، يعني قصدي اقول يعني مهم المنافس دي لاعضاء النادي الاهلي، فقط لاعضاء النادي الاهلي. بس احب اقول حاجه، ان الدنيا اتحركت يا روزان. نهوان الدنيا اتحركت، بدانا نرجع نتكلم فان اي دي، تذكره، ماتشات بتتفتح، الكلام ده يا جماعه. الروح الروح رجعت يا هيثم، الروح رجعت، ورجع تاني ان احنا نفكر نرجع الجماهير، وهو ده المكسب الكبير. ان شاء الله نحتفل بحاجتين يوم السبت يا روزان. يا رب ان احنا نتاهل باذن الله بنتيجه عريضه يستحقها النادي الاهلي، والحاجه الثانيه هو جمهور النادي الاهلي اللي هيكون الخطوه الاولى لعوده الجماهير. واللي الحقيقه الدوله المصريه حريصه ان الجماهير تكون موجوده النهارده، الكوره في ملعب الجماهير يا روزان زي ما بيقول. يا رب يعني كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت، دعواتكم يا رب، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يفوز. المباراه يمكن صعبه شويه، ولكن ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اكيد ان شاء الله. طبعا بقى بعد ماتش الاهلي والهلال عندنا مهمه، وهي المباراه النهائيه لبطوله كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز موسم 2021-2022 يوم 10 ابريل المقبل على استاد القاهره الدولي في تمام 9:15 مساء، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضره بالتنسيق مع الجهات الامنيه بالتاكيد. وطبعا الجمهور في نهائي كاس مصر هيكون يعني بالمناصفه بين الناديين. بالمناسبه الاهلي كان تاهل لنهائي الكاس على حساب سموحه بعد الفوز بنتيجه 3-1، بينما تخطى بيراميدز عقبة الزمالك عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد ما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. كل التوفيق للأهلي مرة تانية في ماتشاته أكيد الجاي. مهم كمان نشيد بالفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اللي حسم تأهله لنهائي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3 أشواط نظيفة. المباراة أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى، وقدم خلالها رجال طائرة الأهلي عرض قوي 3 أشواط نظيفة، يعني جاءت نتيجتها كالتالي 25-20، 25-16 و25-16، وبكده حجز الأهلي مقعده في الدور النهائي
كل التوفيق كمان يعني لفريقنا. كلمني بقى اكتر كابتن هيثم، يعني ملعبه ده ملعبه فريق الطايره. انا بحب الطايره بشكل خاص جوه النادي الاهلي صدقيني. نهواندي هي لعبه ممتعه جدا للمشاهده يعني. لا لا انا لما بتفرج الحقيقه ببقى مستمتعه جدا. بالظبط يعني الطايره هي اقرب فريق في الالعاب الجماعيه لكره القدم من حيث النتائج، من حيث الروح، من حيث الاداء. مباراه سموحه دي كان بيست اوف 3، اللي يكسب مباراتين يتاهل للمباراه النهائيه، وده النظام الجديد اللي عامله اتحاد كره الطائره. فالنادي الاهلي كسب المباراتين الاولتين فما راحش المباراه الثالثه، كسب المباراتين 3-0 في انتظار اللي هيكسب من نادي طلائع الجيش والزمالك. بالمناسبه نادي طلائع الجيش كان فاز في المباراه الاولى، الحقيقه انا مش فاكر المباراه الثانيه حصل فيها ايه. ايا كان احنا السنه دي فرقه الطايره كويسه جدا رجال وسيدات. وطبعا تفتكر روزان وانت كنت معانا اكيد في ماتشات كتيره، يمكن بطوله السوبر المصري كاول نسخه في كره الطائره رجال حصل عليها النادي الاهلي رجال وسيدات، بطوله عربيه وكانت هي الاقوى اقوى نسخه البطوله العربيه للكره الطائره رجال، فاز بيها رجال الكره الطائره. عايز اقول كمان ان لسه الموسم شغال، لسه عندنا افريقيا، لسه عندنا الدوري اللي شغال، لسه عندنا كاس مصر. الطائره لسه عندها 3 مباريات. كابتن محمد مصالح حميد واللاعبين طبعا على راسهم الاسطوره الكبير عبد الله عبد السلام والاسطوره احمد صلاح واعدين جماهير النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله، واعدينهم بالخماسيه اسوه. قالوا فريق السله مش زي احنا، ما هم مش احسن مننا السنه اللي فاتت. فريق السله حلو على فكره الروح والتنافسيه ما بين الالعاب الاخرى في النادي الاهلي دي حلوه طبعًا. جدا يعني نتمنى يكون ده موجود على طول. فان شاء الله السنه دي منتظمين الفريق ده. ليه انا بحب اخبار الطايره؟ لان الحقيقه السنه دي عاملين طيب. نادي الزمالك لعبناه كم مره السنه دي؟ انا هواندي لعبناه 5 مرات. فزنا في ال5 مباريات فيهم منهم بطوله، منهم مباراه ببطوله. الجميل في ده كمان ان احنا فزنا ب 15 شوط روزان طبعا اكيد انت حضراني بالزبط. 15 شوط مقابل شوطين بس خسرناهم قدام نادي الزمالك، وده يبين قد ايه التفوق مع المنافس. ده انجاز كبير جدا طبعًا. يعني انا عايزه ابقى اسالك في تفاصيل اكتر ما بين الطايره ايام كنت طبعا بتمارسها ودلوقتي، بس خلينا نكمل مع روزان. بس دي نقطه مهمه جدا طبعًا. التطوير الملحوظ في الالعاب المختلفه وفي بعض الالعاب زي السله او كره الطايره تحديدا كمان لو هنتكلم عنهم في النادي الاول هنختصهم بالكلام، حاجه تدل على شغل واختيارات موفقه بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للعيبه والصفقات اللي بتتم، وكمان اكيد دعم الجماهير كمان. فلا نقطه جميله ان احنا كمان ذكرناها يا روزان. من الطائره رجال لطائره سيدات كمان، النهارده الفريق الاول لكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي بيخوض مباراه مهمه امام سبورتنج في ثاني جولات الدور النصف النهائي من بطوله الدوري، ودي طبعا خطوه مهمه للفريق في مشوار اللقب بعد الفوز امبارح في المباراه الاولى بنتيجه 3-0 على فريق سبورتنج، واللي شهد تركيز كبير على الضربات يعني الضربات الساحقه وتمركز حائط الصد. كل التوفيق كمان لسيدات الطائر. كمان النهارده الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي بيواصل مبارياته في بطوله دوري سوبر للمحترفين، هيواجه فريق الاتصالات في ثالث جولات الدور ربع النهائي. الاهلي بيسعى للفوز ومواصله المشوار نحو لقب البطوله بعد ما حقق الفوز على الاتصالات في المباراه الاولى بنتيجه 106-62 ثم تغلب عليه في اللقاء الثاني بنتيجه 88-76. كمان كل التوفيق لفريقنا. نروح للفريق القومي لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال اللي هيبدأ معسكر مغلق بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يوم 31 مارس استعدادا للمشاركة في بطولة العالم بالإمارات خلال شهر يونيو المقبل. منتخب مصر طبعا في المجموعة الثانية واللي بيضم مصر كندا تايلاند وألمانيا. طبعا المنتخب اتأهل للمشاركة في بطولة العالم وده بعد حصوله على المركز الأول في بطولة أفريقيا بإثيوبيا 2022 وتأهله للمشاركة في بطولة العالم بعد غياب 24 سنة عن المشاركة فيها. بالمناسبة روزان الفريق ده كان ضيفنا في قناة النادي الأهلي في برنامج الأبطال بعد فوزهم ببطولة أفريقيا زي ما أنت قلتي، وجم نورونا هنا في قناة النادي الأهلي وقد إيه بيتعبوا أصحاب الهمم في الرياضات الأخرى، بيتعبوا تعب شديد وبيبقى عندهم يعني حتى الطايرة جلوس خدوا تاني عالم. فإذا يعني عندنا فرق على مستوى عالي جدا وكمان عندهم عزيمة فولاذية. حاجة جميلة وحاجة بتدي لك أمل يا هيثم. يعني أنا شفت على فكرة بالمناسبة الحلقة دي عندك، بس فكرة إن أنت تتكلم معهم وتشوف قد إيه بقى الكواليس. إحنا بنشوف النتيجة أو بنشوف الماتشات لكن الكواليس فيها صعاب وفيها قصص وفيها تحديات كبيرة جدا. يعني ما بالك البني آدم ممكن يكون كامل بدنيا لكن ما بيحسش باللي بيحسه أو بيبقى عنده روح انهزامية من أي عراقيل كده سريعة أو سهلة حتى خلينا نقول، لكن بني آدمين اللي بيبقى عندهم إصابة وللأسف إصابة بتكون مدى الحياة قد إيه أنت بقى بتتحدى ده
وبتسعى لده وبتبقى بطل، لا بجد شابوه، حاجه محترمه جدا. كملي احنا معاكي يا روزان، اتفضلي. انتهت طبعا اخباري، يعني انا يعني خلاص بصراحه نفسي اكمل اكبر قدر طبعا من الاخبار، ولكن يعني خلاص هي فقره عشان ما نطولش اكيد عن المشاهدين وتكملوا اكيد الحلقه. ولكن في نهايه كده الفقره بتاعتي، خليني اسالكم توقعاتكم النهائيه والاخيره لمباراه يوم السبت. توقعاتك كابتن هيثم؟ ان شاء الله باذن الله هنكسب ونتاهل ويبقى فوز كبير. كام؟ لا انا عايزه اتوقع يعني رقم. اتوقع 3-0 ان شاء الله. 3-0 النادي الاهلي. انا اتوقع 3-1 بس هي 3 ان شاء الله. انتوا الاثنين 3 اتفقتوا في 3 ان شاء الله كل التوفيق. اكيد انا اللي بشكركم وسعيده طبعا ان انا كنت معاكم النهارده في الاهلي في رمضان. كمان يا روزان تغطيه رائعه يعني لوك كمان جميل جدا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. بشكرك يا روزان جدا. شكرا. اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا النادي الاهلي الاخبار فيه لا تنتهي ابدا. كل الالعاب شغاله، الكوره شغاله، النادي الاهلي مؤسسه كبيره 19 لعبه الحقيقه النادي الاهلي بيرعاها بكل ناشئينها، بكل طبعا شبابها، برجال سيدات. كل التوفيق للنادي الاهلي في كل المجالات. خلينا نطلع لفاصل يا نهاوند والساده المشاهدين عشان نستقبل طبعا نستقبل ضيفنا الاهلاوي المميز. العزيز جدا يعني معتز حسين، نجم مش هقول الصاعد ابدا، وكان معانا يمكن من سنتين انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي، وكانت البدايه وهو حتى كان بيقول لنا يعني وش البرنامج كان حلو. معلش بقى انا هتكلم عن 10 الصبح في الاهلي. حقك براحتك. يعني مبسوط ان لا والله البرنامج ده بجد يعني برنامجنا والله يا هيثم الصبح الحمد لله ده بشهاده ضيوفنا. ناس كتير بتيجي وبعد كده تقول لك وش البرنامج كان حلو علينا، فالحمد لله عايزين نفضل كده. وهو نجم جميل وشارك في اعمال رمضانيه كبيره جدا منها الاختيار والكتيبه هذا العام. هنتكلم بقى معاه في تفاصيل كتيره جدا وعن الدراما وعن صناعه الدراما وعن الكواليس وغيره يعني. بس هنروح فاصل الاول ونرجع نكمل، خليكم معانا. يعني بجد انا شخصيا سعيده جدا بالفقره دي لان هو فنان مميز وصديق طبعا، وفنان مميز اهلاوي جدا، وانا بحب بقى النوعيه دي من الفنانين بصراحه. ومن الفنانين زي ما كنت بنوه في نهايه الفقره اللي فاتت، اللي هو بنفسه قال لنا يعني وش قناه الاهلي والبرنامج حلو عليه. فخلينا بقى نعرف من وقتها لحد دلوقتي ايه اللي جد. وطبعا هو ما شاء الله بيشارك كمان في اعمال ضخمه في رمضان زي ما كنت بقول لحضراتكم، الاختيار السنه اللي فاتت والسنه دي برده عمل درامي كبير جدا، الكتيبه 101. خلينا نرحب بضيفنا العزيز معتز حسين. مساء الفل والهنا ومنورنا بجد يا معتز والله. مساء الفل يا نهاوند. مساء الفل يا كابتن هيثم. منورنا يا معتز، واهلاوي صميم جدا. يسعدنا ان انت تكون معانا ونقعد بقى نتكلم في كل حاجه، في الكوره وفي الفن كل حاجه. أنا اولا بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى اسره قناه النادي الاهلي الجميله. اولا بتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب كابتن النادي الاهلي، يعني كابتن بيبو، يعني بصراحة أتمنى له الشفاء في أسرع وقت. النادي الأهلي فعلا محتاجه الفترة دي وكل جماهير النادي الأهلي محتاجاه، فأتمنى له الشفاء يعني في بداية اللقاء معاكم إن شاء الله يرجع أحسن من الأول. وبنطمن حضراتكم زي ما كنا بنقول أنا وهيثم بإذن الله يعني هنتابع خطوة بخطوة على قناة النادي الأهلي وعلى كمان أكيد النادي الأهلي لو في أي بيانات نقول لحضراتكم هنطمنكم. طبعا ناس كتيرة جدا قلقانة، ناس كتيرة جدا بتحب وبتعشق كابتن بيبو، فبإذن الله يقوم بألف سلامة يا رب بإذن الله. خلينا بقى نبتدي معاك في ذكريات رمضان. أيوه عشان عدي كده يعني يعني بسرعة على ذكريات رمضان. كنا بنقول في اول حلقه ومش عارف كنت انت اكيد بتشوفنا كل واحد مرتبط بذكريات. ايه الذكريات اللي مش ممكن تنساها عن رمضان في رمضان؟ طبعا نرجع بقى لزمان شويه. ايوه معلش، احلى ذكريات زمان. زمان اصلا يعني ايام المدرسه. ايوه كان الواحد بيقضي اليوم كله يلعب كوره عشان وانت صايم واحنا صايمين نكسر بقى صيامنا بقى بلعب الكوره ودورات وكوره دورات رمضانيه نعملها في الملعب كده. تلعب كوره حلو؟ كنت بلعب كوره زمان. لعيب كورة. كنت بتلعب مركز ايه طيب؟ انا كنت بلعب باك رايت في الكورة، وكنت لعيب هاندبول، وكنت جون هاندبول بقى. ايه ده؟ يعني على بقى سيبيني بقى بتاعتي وعلينا كده. تعالى بقى يا هيثم. تعالى لي بقى. بس الاكتر هاندبول. هاندبول كنت بتلعب خط خلفي ولا وينج؟ انا كنت جول كيبر نادي هليوبلس فيرست تيم. ايه ده؟ قعدت بتاع 14 سنة هاندبول. نهاوند شفت ده اكتشاف، في مفاجآت. اكتشاف كنت بتلعب في هليوبلس جول كيبر. جول كيبر. بطلت امتى؟ بطلت وانا عندي 26 سنه 27 سنه جالي اصابه في نفس الحوض كده. حركات الرجول صعبه بالظبط، فقلت خلاص فتح الحوض والكلام ده صعب جدا فبطلنا بقى. بس اقول لك على حاجه، انا والله لما شفتك في كواليس قبل ما نخش في القناه بره، انا جسمك وشكلك انا مش عايز اقول لك ان انت يعني رياضي مش كوره كمان، انا حسيت ان انت كنت بتلعب حاجه. انا والله ليا نظره بس انا ما قلتلكش كده. بس انا بلعب رياضات كتير من وانا صغير يعني
هاندبول وكوره وبوكس و... وعلى طول بلعب رياضه الصبح، لازم اروح الجيم عندي ساعه في اليوم الصبح او ساعه ونص جيم، جري، سباحه، لازم في اليوم في كل يوم الصبح ساعه رياضه. يمكن ده اللي ساعدك في الادوار برضو اللي بتاخدها، فكره ان انت تبقى ظابط وظابط يعني في الجيش وحاجات زي كده، اكيد فرق بشكل كبير. طبعا القوام بيفرق، ان هم طبعا لما بتيجي تترشح اي ممثل بترشح لدور من الادوار اللي فيها ظباط او حاجه بيبص على القوام بتاعه في الاول، لان ده في الحقيقه اللي بيحصل. طبعا خاصه لو ظابط صاعقه كمان زي الاختيار او زي كتيبه 101 بيبقى ليهم نمط وجسمان وطول لازم يكون. فالحقيقه ما شاء الله عليك انت محافظ على نفسك بشكل كويس حبيب. وكمان انا فاجئتني لما قلت لي بتلعب رياضه، والاهم كمان بيلعب يد. معلش انا لا اصل هيثم انت عارف كان بطل يد يعني باسكت، انا بحب الباسكت بس اليد والسله والطايره كلهم ولاد عم زينا كلنا بنتمرن على سله واحده. طيب الذكريات هي كانت لعب الكوره. طيب الفن ابتدينا امتى؟ ايوه انا بدات بالظبط في 2008 2009 تاخد الورش، ورش التمثيل بقى مع الاساتذه والدكاتره كبار زمان بتوع المعهد، وابتديت بقى خطوات كل ورشه اخلصها اروح اشوف اسعى للورشه اللي بعدها اسعى للورشه اللي بعدها. وبدات اعلانات زمان بقى اعلانات كتير، ومن طريق الاعلانات ابتديت بقى اخش في مجال السينما والدراما بقى مشاهد صغيره حلقات صغيره لغايه لما الحمد لله الواحد كان بيطلع السلم بالتدريج، وده اللي انا كنت عايزه يعني. ما كنتش حابب ان انا استعجل، لا مش مستعجل خالص عمري ما كنت عايز استعجل على حاجه، والعكس وحتى دلوقتي مش مستعجل يعني. انا عايز لما يجي لي حاجه في يوم من الايام اكون متمكن منها. برافو عليك. مش حاجه اللي هو عايز اعمل زي ما اقول لك حشو حاجه وخلاص ويقول لك يلا، لا بالعكس. بس دلوقتي حاسس ان انا ماشي بخطوات كويسه ثابته فعلا، حاسس يعني بزيد واكيد الباقي بقى بتاع ربنا يعني. طب الشفت من الرياضه انا هوند بيبقى يعني من الرياضه للفن، الشفت ده حصل ايه؟ مين ايه يعني بيبقى؟ خلي بالك الرياضيين بيبقى عندهم فكر مجنون شويه. طبعا بيبقى عنده فكر مجنون والناس مش مصدقاه هو مجنون، لان هو انت في اللعب ملعب تاخد قرارات مجنونه. دي حقيقه. فايه اللي خلاك يعني ده الناس تقول ده ضرب من الجنون، انا من الرياضه اروح مبطل باصابه اروح بعد كده اتوجه للفن وابتدي من الاول، ايه اللي عمل الشفت ده؟ هو كان الشفت ده انا كنت عايز اعمله من زمان. كنت حابب ان انا بعد ما اخلص ثانويه عامه اخش معهد فنون مسرحيه او معهد السينما تدرس. ولكن طبعا انت عارف الاهالي بتقول لك جامعتك ودراستك وشهادتك تمام. خلصت وانا بخلص الجامعه جات لي الاصابه في الهاندبول، حاولت ارجع تاني ما قدرتش، كان محتاج عمليات وكده، فما كملتش يعني. فاتجهت للورش وابتديت ادرس بقى. فكره ان انت مش عايز تبقى ممثل بالصدفه، في كتير قوي بيبقوا يعني اللي هو اخد دور اكلم حد اشوف كده حاجه اروح اقف في التصوير يمكن دوني دور، لا انت واخدها من البدايه او من الصفر وبتدرس عشان انا لمسه ده وانت تاكد لي، انت مش عايز حد يبقى ليه جميل عليك، انت عايز لما تدخل ابقى واخد ثقه وواقف على رجلي بنفسي. والحمد لله انا عايز اقول لك على حاجه، والله العظيم انا ما كل الحاجات اللي انا اشتغلتها بمجهودي صحيح ورزق وسعي وفي الاخر توفيق من عند ربنا، مفيش حد جدا. الحمد لله جاملني في حاجه وده الحاجه اللي مخلياني ماشي صح وكويس. لو حد مش بيجامل هو بيرشحك، هو شايفك ملائم وده مناسب وده طبيعي جدا، ودي حاجه يعني ليجل وكويسه وكل طبعا. حاجه ان حد يرشحك لدور ده ثمر جهدك والباقي عليك، مجهودك وسعيك بالظبط، اترشحت بناء على جهد ومجهود انت عملته بالظبط. لكن معظم الحاجات اللي بتحصل في ناس بتقول لك يلا جرب يلا امشي يلا اشوف، وللاسف في ناس بتمشي بس انت هل انت في الاخر انت قد المسؤوليه دي؟ صحيح. وفي الاخر الناس لو شافتك في 15 20 حلقه طالع طول النهار دمك انا اسف يعني مش مهضوم مش مهضوم، ولكن ممكن تطلع في حاجات صغيره بس بتعلم مع الناس. خلي بالك نهاوند ليها تجارب تمثيليه يعني حاسه باللي انت بتقوله، فانا ماليش تجارب فانا مش حاسس باللي انت بتقوله. فكرني لا انا عملت مسلسل كده في رمضان من سنتين انت عارف. بس لا هو بس كنت فعلا كويسة فيه على فكرة. انا قالوا لي كده والله يمكن فنانه وانا مش عارف. انا عايز اقول لك ان انت كنت كويسه حتى بجد التليفون. انا شفت عزيز. انا شفت المشهد وانت بتتكلمي في التليفون في العربيه يعني كنت بكلم شيرين رضا وبنتخانق. يعني انا باخد بالي من حاجات كتيره وبامانه مش عشان كمان يعني معتز معانا، لا انت كاركتر يليق في كل حاجه يعني انا شايف كده، ومش بقول كده عشان انت اهلاوي ومتحيز لك، لا والله ابدا اهلاوي صميم ابننا وبنجامل جدا لا والله متعصب جدا انا ركزت معاك وشفت لك فيديوهات كتيره قبل ما نيجي الحلقه. لا انت انا بقول رايي
انت كذا نوع من الدراما تقدر تقدمه. الحمد لله. يعني عايز اقول لك عمل دور اعمى قبل كده. انا بقول لك انا شايف كده مسلسل جمال الحريم بصراحه دي كان حسيت ان ده اول اختبار ليا. بس كان حلو جداً. صعب جدا تبين للناس ان انت ما بتشوفش وانت موضوع كنت صعب. خايف من الدور وقلت في اكتر من برنامج واكتر لقاء ان انا كنت بفكر اعتذر عن الدور من كتر صعوبته ولكن اتمرنت عليه ودرست. ازاي اتمرنت بقى لما انا كنت عايز اروح لده؟ انت راجل رياضي وعارف ان المهم التمرين. اتمرنت ازاي؟ شفت ناس كانت بتشوف فقدت بصرها. شفت ناس مولوده كفيفه. شفت ناس كبيره في السن ابتدت تفقد البصر وبتخبط. ابتديت الم من شفت افلام كتير. ابتديت الم بقى افكار والاحساس والحاجات دي وابتديت احس نفسي ان انا فعلا لما بخش اللوكيشن ان انا مش شايف يعني كنت بوصل الكرفان اقعد احفظ النشاط بتاعي. بس وانس انه بيخبطوا عليا داخل على الشوط بتاعي انا بمشي بالعصايه لغايه لما يوقفوني انا مش شايف اي حد. لا اتفرجت على ممثلين يعني مثلا الكتكات اصل ده اكبر اكتر فيلم بس طبعا هو الله يرحمه محمود عبد العزيز فنان كبير كده كلنا بنحبه مثله بطريقه مختلفه شويه العمى يعني في كوميديا. بس هل اتفرجت على ادوار كده؟ شفت مسلسلات وافلام كتير وكنت بخش على اليوتيوب واكتب مثلا افلام او مسلسلات او شوتس من مستشفيات او حاجات ناس ما بتشوفش واشوف بقى بالانجلش وبالعربي واقعد احاول اعمل. انت شفت نماذج حقيقيه وشفت كمان التمثيل فيها؟ طبعا كان لازم. انا بقول لك انا اتفرجت زي ما اتفرجت على نهواند والتليفون والمشهد ده عجبني جدا هي كانت بتتكلم فنانه. لا اقنعتني. انا في المشهد ده كرهتك يعني بكلمك بقى ده نجاح للممثل على فكره. زي ما انت مثلا بتقدم دور اعمى اتعاطف معاك بالظبط وده اللي شفته في المشاهد بتاعتك ان انا فعلا اتعاطفت معاك. فانت لا انت ما شاء الله موهبه. انا بقول لك ان شاء الله هتكسر الدنيا ان شاء الله. لان انت تنفع في ادوار رومانسيه تنفع في ادوار رياضيه ادوار يعني اكشن ما شاء الله تنفع في ادوار دراما ويعني انا شايف ان انت ان شاء الله يعني لا هتكسر الدنيا يا رب الخير. بس يجي التوفيق من عند ربنا. المهم كمان تبقى واخد بالك من حاجه عشان ما تقعش فيها معتز الستيريوتايبنج. لان تيجي حد مثلا حد كوميديان يقول لك انت هتمثل كوميدي كله. انت عشان شكلك فعلا يعني حلو وطويل ورياضي زي ما هيثم بيقول ما يحطوك يعني بلاش المنتجين يحطوك في حته اللي هو الادوار دي بس. لا هو فاهم عايزين يعني دي لا اقصد بلاش كتير وقعوا فيها فنانين كبار. في حاجات لازم ممثل يشوف حاجه في الاول هل هو هيقدم حاجه للدور ولا لا. برافو. فانت كممثل هتعمل دور طب انت شايف هتضيف له الدور؟ لو هتضيف له جؤن مش هتضيف له حاسس انه هيطلع منك كليشيه والناس خلاص يعني هو الموضوع مش هيبقى موضوع تواجد وفلوس يعني الممثل لو فكر في تواجد وفلوس هيقع. برافو عليك. ممكن يعني بعد كده الفلوس بس مش في الاول. لكن دلوقتي لا ما فيش فلوس صراحه يعني ما فيش. على فكره دي نقطه مهمه جدا لان انا كان حكاها لي معتز من سنه تقريبا كنا بنتكلم في ادوار بيعملها ما بياخدش حاجه علشان بس ياخد الدور. برافو عليك. فمش كل الناس كده. لا انا مش يعني انا حاجه بحبها وعايز اوصل لها ويهمني يعني الناس لما شفت في الشارع تنبسط يعني انا انبسطت جدا برد فعل الناس في جمال حريم اختيار اتنين عائلة جيجي جروب العيلة اللي احنا لسه مخلصينه في شهر 12 وتعرض على اول السنة مع الأستاذة الجميلة أستاذة سميحة أيوب. قد ايه اول صورة ليك معايا اول مرة في حياتي هيثم اعمل لايت كوميدي وكان بيطلع بطريقة سلسة وكده فدي كانت بالنسبة لي اول مرة اغير من جلدي طبعا لغايه لما الحمد لله ربنا كرم بالكتيبه 101 فطبعا ده عمل وطني محدش يقدر يقول لي لا ولا صحيح. يتكلم مستحيل ولا يسال الدور رايح فين ولا جاي منين. انت بتعمل حاجه لمصر قبل ما تكون للدراما. انت بتجسد شخصيات ابطال حقيقيين قوات رجال المسلحه الفتره الصعبه اللي احنا كلنا كنا عايشينها. فانت قد ايه بتحاول تشوف ان الناس دي تعبت ازاي وانت بتحاول تعمل زيهم. يعني احنا في الكتيبه 101 لا انا بتمرن فعلا بتمرن قبل ما نعمل المشهد. في حاجات انا فعلا يعني شوف انا رياضي وبتمرن كويس وكل حاجه بس في حاجات انا مش قادر اعملها. ده ليفل تاني خالص. لا 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 حاجات تانية صح. يعني قصدك تقول ان البيئه اللي بيعيش فيها ابطالنا الضباط والعساكر طبعا القوات المسلحه عايشين في بيئه صعبه طبعا. جدا يعني حاجه انت برضو رايح تصور دور او مشهد او يومين تصوير وبتقول تعبت. امال ابطالنا دول اللي عايشين يومهم كله وسنتهم كلها وعمرهم كله بيفنوه عشان خاطر البلد. لا انا عايز اقول لك ان احنا بجد والله لازم حتى الحاجات اللي عملناها في التصوير ما تجيش يعني 1% من اللي هم عاشوه. احنا في التصوير في الكتيبه 101 انت كل اللي حواليك دول عساكر حقيقيين
ضباط وقاده حقيقيين بيوجهوا لك الحاجات اللي هم شافوها وعاشوها عشان انت تقدمها للناس. هو مش موضوع سكريبت وسيناريو شركه انتاج وحاجه رمضانيه، لا 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 خالص طبعا. لا شؤون معنويه، مخابرات حربيه معاك، قوات صاعقه، قوات مشاه، جو كامل من الواقع، طائرات بتطير حواليك في انت بتصور في الحتت اللي في الصحراء. حسيت بايه يعني انت وانت في الجو ده؟ يعني بص انت ابتسمت لان انا راجل يعني دخلت الجيش وكلنا دخلنا الجيش، بيبقى في لحظه كده بتحس فيها بالفخر ان انت لابس بدله القوات المسلحه. انت بس بإيه؟ مجرد لما تلبس البدله، والله العظيم مش بقول كده، بس مجرد لما تلبس البدله بتاعت زي العسكري سواء جيش او شرطه، انت بتحس بفخر وعزيمه وانتماء للوطن، تحس ان انت بجد يعني تحس بالمسؤوليه، مسؤوليه حتى بالزبط. لو انت مش لابسها حقيقي يعني صح، انت شايل على كتافك حمى شعب. انا بشوف ده وبحسه زي ما كنت بقول لكم في الممثلين. يعني يمكن على فكره الهوجه اللي طلعت، بس احمد فلوكس من الممثلين انا حسيت وانا بتفرج هو فخور بالبدله، رغم بقى الكلام الانتقادات اللي اخذها يعني، بس انا شفته عمل دور كويس جدا. الممر في فيلم الممر. انا مش الاختيار، بس كان برضو لابس البدله العسكريه، فانا حسيت الروح هو فعلا تقمسها، هو بالزبط. فعلا حابب البدله اللي هو لابسها، فطلع لنا ده. ف دي بتبقى باينه، خلي بالك. يعني انت عارف يا معتز، انا اسف، في صوره جات لك في البدايه، ريت يعني يجيبوها لنا وانت قاعد جنب تقريبا احمد عز على ما افتكر، او مش فاكر مين، اسر ياسين و ايسر ياسين. انا عايز بس يعني نجيب الصوره ووشك، انت تقمصت دور يعني انت انا افتكرتك ظابط يعني. معلش يا جماعه، تقولنا الصوره تاني، هي في البدايه كده. الصوره دي انا وانا ببص على وشوشكو، لا انت 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 عايش الدور يعني. الضباط بيبقوا كده. الصوره دي احنا فعلا قاعدين بنرسم خطه لاقتحام وكر من البؤر الاجراميه في سيناء، واحنا الثلاث شخصيات دول ثلاث شخصيات حقيقيين جدا باختلاف الاسامي بتاعتهم. فانت المفروض قاعد مركز في حاجه، فعلا انت بتاخد قرار وبتاخد امر وبتاخد حاجه على اقتحام وكر فيه التكفيريين والعناصر التكفيريه، فلازم يكون بين عليك تركيز وان انت فعلا حاسس بالدور. صح. صحيح. وانا بصراحه عايز اقول حاجه من خلال قناه النادي الاهلي، يعني انا مبسوط من الفتره دي بقى في حاجات للجيش والشرطه كتير، سواء في الدراما او في السينما، لان لازم الشباب الصغير اللي هم في سن معين خطير جدا، سن خطر انا بشوفه، اللي هم ما يعرفوش يعني ايه الجيش والشرطه. الصوره هي يعني الصوره، يعني انت واخد دور، وحتى تشبيكه ايدك بوضع كتافك، يعني انت واخد شكل. انا لو ما اعرفش او الصوره دي جت، لو دي صوره حقيقيه، ما هو صح ولا غلطان؟ الصوره دي بيطلع مني قرار ان احنا خلاص هنقتحم وهنعمل. فانت بتفكر، بتشوف الرسومات اللي بتتعمل في الخطه، هل انت هتعمل ايه، التضحيات اللي هتروح ازاي، فانت بتاخد قرار وتوكلنا على الله. التركيز وتكشيره الوش والقرار صعب، الفيتشرز والقعده والبادي لانجوج كل ده، لا دي تفصيلات يعني كبيره جدا. هل قابلتوا فعلا يا معتز بعد كده اسر شهداء؟ اتكلمتوا معاهم؟ الاختيار اتنين كان فيه هنا، انا ما لسه لان انا عامل شخصيه حقيقيه وهو في الخدمه. يعني انا الحمد لله يعني انا في اختيار اتنين عملت شخصيه حد في الخدمه، وفي الكتيبه 101 بعمل شخصيه برضو حد بطل من ابطالنا حقيقي وعاصر الحاجات دي كلها. فانا اتكلمت معاه وقال لك بص ما اتكلمناش، بس انا شفت الصور والقاده اللي حواليا، يعني اللي معانا اللي حواليا كلهم قالوا لي على اللي كان بيعمله، لازم تعمل كذا وتخلي بالك كذا، وكان حلو جدا جدا يعني بجد، جو جميل. وان انا بس عايز ارجع لنقطه بس كابتن هيثم، معلش هكملها. فانا كنت بتكلم في حته ان في جيل دلوقتي من الشباب الصغير ما عندوش انتماء للوطن، ما عندوش انه الحته بتاعت ان في ناس ماتت وضحت عشان احنا البلد تبقى هاديه وكويس. فانا مبسوط ان في مسلسلات وافلام بتتعمل للجيش وللشرطه دلوقتي، عشان الولاد بس يحسوا ان الناس دي قدمت عمرها وحياتها، وفي ناس اترملت واتيتمت، واطفال وامهات وزوجات وكل حاجه، عشان البلد دي تقف على رجليها. انا كان ليا هقول الفخر بصراحه، قبل كده في قناه يعني سابقه كنت بعمل بيها، وكان معايا في الفقره فقره كامله لزوجات وامهات واطفال، كلهم كانوا معايا في الحلقه. واسمع بقى قصة كل حد، واسمع وقت الوفاة، وقت لما تلقوا وفاة ابنهم أو زوجها أو أبوها، شوف قد إيه بقى وانت بتسمع هما بيحكوا طبعا. يعني ما فيش تضحية أكتر من كده، فيش تمن ممكن ان انت تقدمه أكتر من كده. أنا في مشهد في الكتيبة 101 معنا زميل من الممثلين عامل دور عسكري استشهد،
فدي هتيجي في الحلقات الجايه هتبان. استشهد يعني بقوه وبرجوله وبابويه بينقذ طفله صغيره من الضرب واستشهد. ده كان عسكري معايا في يعني عامل دور عسكري في الكتيبه بتاعتي في المداهمه اللي احنا بنعملها. طيب خلينا نقول انه الفنان اكيد بيمر يعني بمراحل بتبقى صعبه في حياته، مفيش فنان ممرش بظروف صعبه، ممرش باختبارات في الكارير بتاعه. احنا بنكلمك دلوقتي وانت ما شاء الله بتقوم بادوار بطوله بادوار كل معلمه مع الناس، اكيد في مرحله في حياتك جت صعبه، مرحله قلت اكمل ولا ارجع. تفتكر مرحله انت عديت بيها كده ولا الحمد لله الدنيا كانت ماشيه؟ في امل ولا مفيش امل؟ صحيح في اوقات بيجي على الواحد كده بيراجع نفسه يقول يا جماعه انا تعبت، وفي واحد بيقول لا انا لسه ما عملتش حاجه. هل مريت بمرحله زي دي؟ طبعا. تفتكر امتى؟ من قبل الكورونا بالظبط كده 2019 مثلا. يعني 2018 و19 و20 ما اشتغلتش اي حاجه في رمضان، وكنت قبلها عامل مسلسل وكنت عامل فيه دور كبير، كان مسلسل حلاوه الدنيا مع استاذه هند صبري واستاذ مين تاني كان، هند صبري واستاذ ظافر العابدين واستاذ حنان مطاوع. كان ناجح جدا كان وقتها، مسلسل حلو قوي. كان عندها كانسر حاجه بالزبط. كان فيه واستاذ انوشكا، كان فيه مجموعه كبيره من الممثلين وعملت دور حلو الحمد لله. وخدت عليه ثلاث سنين، خدت عليه جوائز وطلعت في جميع البرامج. بعدها مفيش، قعدت ثلاث سنين اختبار صعب ما اشتغلش، اختبار صعب. فجالي احباط وقلت يعني خلاص ربنا مش رايد. وجالي بعدها اشتغلت على طول بقى في وقت الكورونا حكايات بنات الجزء الرابع. جالي اللي انا، وجالي دور مهدي في مسلسل جمال الحريم، وابتدى يجي لي الاختيار اتنين، فحسيت ان في امل. يبقى اختبار صعب وكمان انت عشت ثلاث سنين. يعني كانت فترة صعبة على الكل، فترة الكورونا للأسف الشديد. بس زي ما كنا بنقول عن أبطالنا في الكراسي المتحركة، ده علينا كلنا في صعوبات لازم أنت تصر على النجاح تستمر، ما محدش بينجح لو هي جيف أب زي ما بتقال. ولغاية دلوقتي بقى على كل الأصعدة على فكرة. طبعا دلوقتي عندك صعوبات. طبعا يبقى هي ماشية حلوة أهي. لا اختيار وكتيبة. لا لا مش في في ناس للأسف، وأنا بقولها من خلال البرنامج معاكم هنا يمكن أول مرة أتكلم فيها. احنا قلنا في الاول ان التمثيل لسه مش هنعتمد عليه، بتشوف وظيفه تانية او بتشتغل حاجه تانية كدخل عشان طبعا. الدنيا ما تقدرش تعتمد على التمثيل. لكن تتخيل ان في ناس ممكن ترفضك في وظيفه عشان انت ممثل؟ لا مش معقوله. والله فدي يعني؟ بتبقى عندك حل من الاثنين، يا تمسك بقى تدغدغ دماغه انت انك بتهني طبعا، يا اما بتحس ان انت ماشي في الطريق الصح. بس انت عارف ده ممكن يكون ليه، علشان هو خايف ان انت يبقى مثلا تقول له انا عندي تصوير هغيب شهر، فممكن الاستابيليتي يعني. والله انا مش النجم اللي انا بغيب بست سبع ثمان شهور وجاي اضيع وقتي عندك يعني. يعني انت بتاكد لهم ان انت هيبقى في ديديكيشن هتبقى خالص. خلي بالك الازمه دي مع الرياضيين كمان، كل صاحب عمل يخاف يشغل رياضي. صدقني بص انا ما بحسبهاش لا ان هو بيخاف، انا بحسبها من حته تانية. ايه بقى يعني؟ هي فيها حته كده نفسيه شويه. نفسيه لان انت لو انت شايفني بتقول، انت تقول ايه ده انت نجم وما شاء الله. طب انا لو نجم زي ما انت تقول ما شاء الله، ايه اللي يخليني اجي لك من 9 الصبح ل 6 مساء؟ ليه يعني؟ بضيع وقتي؟ لا عايز اشتغل انا بالظبط. انا واحد محتاج الوظيفه ومحتاج الدخل عشان احسن من دخلي. بس ده صعب يعني برضه. هي ما لهاش علاقه غير كده، لكن هو للاسف بيبصوا لها بطريقه تانية، ان انت لا ده ممثل ده اكيد بياخد فلوس كتير، ده جاي يهرج، ده جاي كذا كذا كذا. انت ليك بالسي في وليك بالشغل وليك بالوقت وليك بالنتائج اللي هتاخدها في الاخر. صحيح. مالكش بتضييع الوقت. صح. طيب ما ينفعش ما تبقى معانا وانت اهلاوي كبير. ايوه يعني هوان ده وما نسالوش على توقعاته لماتش السبت. شفت بقى هجيبك بقى للحته، لازم اختم معاك يعني زي ما بيقولوا حدث الساعه. ختامها مسك. عايزك ان شاء الله الاهلي لازم يكسب لازم، وان شاء الله هنكسب. بس هيبقى ماتش رزل يعني. رزل فنيا ورزل حماس ونفسيا؟ لا رزل فنيا طبعا. فرقه الهلال عايز تتعادل، مش هتهاجم خالص، لانها لو هاجمت هتخسر. الاهلي لو مش هتفتح خطوطها قصدك خالص هتقرفنا ال 90 دقيقه ورا. فلازم الاهلي يكون هادي وماسك كوره وما يستعجلش. طب تحب نجيب جون بدري؟ بص انا هسالك بقى كراجل، ولا تحب اصل خلي بالك في ناس تقول لك الجون بدري ده خطر. ليه؟ لانه الهلال هيفتح خطوطه ويهاجم، وانت مش المفروض ما تستقبلش اي هدف. كنت تريح بعد ما انت مش عايز تستقبل اي هدف.
فهل شايف ان جون بدري ده مصلحه للفرقه ولا الجون يتاخر بس ده هيبقى على اعصابنا ولا الجون يتاخر نجيب جون وشكرا؟ لا. شايف ايه؟ الاهلي يجيب جون في بدري طبعا. انا بدري يهدهم مع طبعا. خلص عليهم اربكهم، اعرف ان انت مش هينهزر حتى لو الخطوط فتحت وبدا الهلال يهاجم. انا عايزه، انا عايز الهلال يفتح. الروح المعنويه بتاعتك قطعتهم بالظبط، يلا خلاص انت عايز تعمل، عايز تضغط من الدقايق الاولى. قطعت 50% جبت جون في اول خمس ست دقايق. النادي الاهلي دايما بيعمل كده، لو جبت جون في اول خمس دقايق الماتش هيفتح، مفتح بيت هم هيرتبكوا، هيقول لك هناخد الثاني. طب هاجم الاهلي، عارف يلعب بقى. ان خلي بالك الاهلي لما في فرق بتفضل مقفله قدامه كده بتضايقه. انت الحمد لله احنا بنحملوك الدقيقه 90 يعني 95 وكل حاجه صحيح، والهداف قدامنا هيخسر كده كده. بس الاهلي بيحب اللي يلعب بجيم مفتوح. صح. طب هتحضر المباراه ولا ايه؟ نفسي. اه تذاكر راحت. حلو. لا رد حلو. تذاكر بس. لا لا رد حلو. تذاكر اتخطفت. لا رد حلو. قال لي بص بيقول لك ايه؟ نفسي. رد حلو. كان بقى ما لحقتش. ما لحقتش صح؟ ما لحقتش. ده ما فيش خالص. طب ده يدل على ايه ان انت ما لحقتش تذاكر؟ ده يدل ان الناس عايز تروح الماتش. بيقولوا خمس دقايق، خمس دقايق. 50,000. وطبعا لازم نشكر وزير الشباب والرياضه ان هو وزير الداخليه. طبعا وزير الداخليه طبعا ان هم سمحوا بالاعداد دي والتنظيم وماسكين في جماهير الاهلي، ولازم جماهير الاهلي تروح تشجع. بس طب لو ما حضرتوش في الملعب هتحضروا فين؟ هتفرج عليه بقى مع اي حد من اصحابي او في بيتي بقى مع نفسي كده. عايز تركيز الماتش ده ومش عايز حد فعلا. لا لا ماتش صعب، ماتش صعب. يعني اقول لك بصراحه، هو الناس كلها معظم الاهلاويه كانوا فاكرين الاهلي اوت من البطوله. معلش اوت. كلنا اوت. اللي ساعدك ماتش سان داونز والهلال اتعادلوا، وانت كسبت القطن هناك أربعة، وكسبت مش عارف ايه. فلا فانت جات لك. هي بشاير حلوه عامه، الحاجات طبعًا اللي عملها، الحسابات الكونيه دي انا بشوف انها يعني. انا قلت الاهلي خلاص اوت. يعني ماتش سان داونز تتعادل وتتغلب هناك، تتغلب من الهلال خلاص. والله يعني ربنا عالم بنوايانا. احنا والله ناس طيبين. بص انا هقول لك حاجه من هنا، الاهلي لو عدى ان شاء الله باذن الله هيعدي، احنا هنلعب فاينل باذن الله يا معتز. ونكلمك على التليفون بقى نقول لك. لا لا ده انا في الافكار هكلمك، ماليش علاقه بالكل، بس هكلمك. هنلعب فاينل ان شاء الله. ان شاء الله. معتز دلوقتي بيجري، بس بجد مره ثانيه سعداء ان انت ضيفنا، وسعداء ان انت ما شاء الله متالق. وفكره بقى الشغل الجانبي يمكن دي هتكون فتره بعد كده، وباذن الله ما تبقى نجم كبير ويبقى الدخل اكبر، هتفتكرها وتبقى فتره انت يعني بتفخر بيها كمان. ربنا يوفقك باذن الله. انا مبسوط ان انا معاكم، وشرف لنا اكون في قناه النادي الاهلي. والنادي الاهلي ده اللي انا يعني معظم اصحابي قالوا عارفين انا قد ايه اهلاوي صميم. باين عليك. واتمنى الفوز ان شاء الله يوم السبت، والشفاء للكابتن محمود الخطيب. كل سنه وانتم طيبين. مبسوط انا كنت نورتنا وشرفتنا معتز. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل بقى، هنتنقل من الفن ونجمنا الكبير ونروح بعد كده للرياضه وللكوره. هيكون معانا بعد الفاصل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري عشان نتكلم عن كل شيء. هنتكلم عن مباراه يوم السبت ونستطلع معاهم حتى الاراء، اراء النقاد واراء الفنيين، بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين سهرتنا الرمضانيه مع حضراتكم والاهلي في رمضان. وفي البدايه برحب بالنقاد الكبار الحقيقه اللي انا بستنى اللقاء معاهم، عشان الحقيقه ليهم وجهه نظر دايما بتكون اقرب الى الصح. برحب في البدايه بالاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بيك كابتن هيثم، منورين الدنيا ونهاوند طبعا. وطبعا اكيد بنرحب بالناقد الرياضي الكبير ايضا كابتن محمود صبري. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك، منورين الدنيا. كل سنه وانت طيب. كل سنه واحنا يا رب مش بس طيبين، بصحتنا كسبانين وسعداء وكسبانين واغنياء وكل حاجه. واحنا ليه دايما نقول طيبين بس؟ ما نبقى اغنياء كمان يعني. والله اوقات لما مامتي تدعي ربنا يوفقها، قلت لها حلو يوفقني ويخليني ملياردير. مش غلط، مش هيتعارضوا مع بعض. اديني زقه شويه، ربنا يدينا كل اللي احنا بنتمناه. خدي احلى من الغنى، خليكي مسطوره. ماشي مع الستر المليارات. ده الستر ده كل حاجه. الستر ده كل حاجه يعني. الستر ده الكلمه العاميه للعفو والعافيه، دي بتغطي على كل حاجه. ابرزها ان ربنا يكرمك انك ما تحتاجيش لحد. يا ربنا فعلا ما يحتاجناش لحد الا هو سبحانه وتعالى. نخش بقى في التقيل على طول، الكلام بقى الجميل، ونبدا بالمنتخب. نخش على المنتخب، لان المنتخب خليني اقول او اردد نفس الكلمه اللي الجماهير اتكلمت عليها. قال لك ابتدينا نحس ان المنتخب شم نفسه، ابتدى المنتخب يظهر، بقينا نشوف لعب هجومي غير بقى زمان اللي احنا كنا بنشوفه اللعب الدفاعي الغير ممتع. خليني اختار المصطلح ده. بتشوفوا ده نجاح لفيتوريا، نجاح للفريق او المنتخب، يعني نجاح لايه؟ المنظومه كامله يعني. هبدا مع حضرتك استاذ جمال، اتفضل. اولا لازم نقول او نعترف ان شكل المنتخب مختلف، بس انا يعني مش عايز اصدم الناس برضو
واقول جزئيه لازم كلنا نحطها في الاعتبار. يعني كلنا سعداء بالمنتخب الاول وكمان المنتخب الاولمبي، لكن طموحاتنا لمنتخب مصر اكبر من كده. لسه في اختبارات قويه جامده جدا جايه. نقدر نقول اللي عمله فيتوريا والمنتخب هو تصليح المرحله اللي فاتت اللي كان فيها شويه ضربات، عشان كده يمكن احنا سعادتنا كبيره قوي انه ايه المنتخب اخيرا رجع لما كان يجب ان يكون عليه، عشان برضو ما يبقاش هو ده كل طموحنا، لان ده حصل تصليحة الوضع دي حصلت يمكن في نفس اليوم او تاني يوم من مباراة بين المغرب والبرازيل. نعم طبعا احنا شايفين قد ايه المغرب عاملة انجازات يعني طبعا. فانا مش بقول ده عشان اقلل فرحة الناس، لكن انا بقول ده مشوار لسه طويل، ان المشوار ما زال في اوله. نقدر نقول انه برضو كل مشوار بيبان من اوله. ايوه هي دي بقى النقطه. يعني نقدر ناخد النقطه دي ونبني عليها ان احنا ان شاء الله نتمنى في المستقبل القريب باذن الله ان احنا نرجع لمنتخب مصر اللي احنا افتقدناه. صحيح. في السنوات الاخيره يعني اللي هو يمكن اعلى ريت وصل ليه المنتخب كان مع بصراحه يعني كابتن حسن شحاته، اللي هو انت كنت بتلعبي مع اقوى الدول الافريقيه، مش قلقان من حاجه، وبتقدم كره حلوه وبتكسب وبتهاجم، مش زي برضو لو تستغلي زي لعب كوبر وكيروش اللعب الدفاعي المقفول يعني. يعني يمكن يكون لها برضو شويه معطيات خاصه. كيروش جه في توقيت كان صعب جدا ودخل على بطولات كتير، وهي طريقته او فكره كده. فاحنا نتمنى مع فيتوريا ان هو يبقى صاحب فكر هجومي، وان كنت انا بتحفظ على يبقى هجومي فقط طبعا، لان احنا جربنا عايز فريق متكامل طبعا. لازم ما انت عشان تبقى عندك فريق قوي لازم يكون دفاعاته قويه، لازم يكون هجومه كويس. فكويس قوي التجربه اللي حصلت امام ملاوي يعني. طب نسمع راي كمان استاذ محمود، يمكن اكيد لك راي في الوقت المنتخب مصر حط اهداف كتيره ما كناش بنشوف قبل كده، ودخل فيه اجوال قليله في التجارب لده مع مستر فيتوريا، رايك ايه؟ بص حتى يعني حتى لما بنفوز بنعمل الاربعه الناس برضه تبدا تشتغل بقى في التفاصيل اللي احنا ايه بنقلب المنتخب ضعيف. طب لو خسرنا؟ لا طب انت تعرف ان المنتخب ده ما كسبناهوش على ملعبه؟ يعني لعبنا معاه ثلاث مباريات، خسرنا اثنين وتعادلنا واحده. خلي بالك ملاوي دي ايام الكابتن محمود الجوهر، هو التعادل كان مع كابتن الجوهر كسبناه في القاهره 1-0، ودي المباراه اللي اهلتنا لكاس العالم 90 على فكره من المنتخبات اللي هي متميزه. طيب انت الهدف انك تبني على انك انت دي نقطه، انك انت الراجل فيتوريا دي خمس مباريات، طب احكم عليه حكم نهائي؟ لا انا ما اقدرش احكم عليه حكم طبعا طبعا، بس في بشايه ما انا بكلمك، لكن انا بقول لك ايه الدفع المعنوي والاداء اللي حصل في الشوط الاول خلى الناس ايه؟ الله احنا كنا كده تعادلنا اهو كده بالظبط يعني بقينا ازاي؟ اتعادلنا كده شويه ايه ده؟ خدت نفسك يعني فتح يا ولد. لا خدت نفسك هنا بقى ايه؟ انت بدات تعمل شكل وعندك مجموعه عناصر. نعم انت اللي من 3-4 شهور وصلت الفاينل انا امم افريقيا ولم يحالفك التوفيق، ماشي. جزئيه الدفاع مش الدفاع، اذا لم تمتلك دفاع قوي ما تعرفش تهاجم. طبعا لازم يكون الدفاع عندك على مستوى طبعا دفاعيا، بص دفاعيا قوي، وعندك الساحر بتاعك ان انت بتبني صلاح. عليه الحدوته، وواضح ان هو ماستر في الملعب محمد صلاح. يعني لازم الناس دي تستفيد من وجود محمد صلاح يا جماعه النهارده. استاذ محمود احنا حطينا 14 هدف في خمس مباريات ودخل فينا هدفين، ما انا بقول مش مؤشر. طب انا بقول لك اللي احنا هنشوفه اتحاد الكوره يعني بعد ان شاء الله التاهل خلاص، احنا محتاجين نقطه واحده وخلاص نتاهل للنهائيات. السيناريو اللي هيعمله اتحاد الكوره هيساعد الناس دي ازاي؟ هيساعد الراجل ده ازاي؟ يعني انت لابد يكون لديك برنامج قوي جدا بعد حسم التاهل في شهر 4 او في شهر 9 ان شاء الله، مباراه اثيوبيا ومباراه العوده مع غينيا. لا هتحسم مباراتين هتحسم فيهم خلاص. انت ايه الوقت اللي هتقدر عشان قبل تاخد بطوله هتقدم مباريات ايه؟ تنظيم مباريات مجموعه لزياده التجانس، للبحث عن برضه عن اللاعبين. احنا برضه الموضوع اكبر من فيتوريا، الموضوع اشمل واعمق. انت عندك مشكله على مستوى القاعده، البحث عن المواهب قليل قوي، يعني اللي يديك الفرق والمساحه بتدور عليه. انت بتدور في الدوري المصري لو مسكت ورا ولا وجبت المعادلين والخبره وقلت لهم هاتوا لي اسطى في الملعب مش هتلقى،
ما عندكش. طب قصدك القماشه؟ اه لا القماشه، القماشه هي الاساس. الله، هو كابتن حسن شحاته تعب قد قد على فكره. كان معاه مين؟ كان معاه جيل خلاص، الجيل ده بعد حسن شحاته والجيل المميز في النادي الاهلي وقتها اللي هو كان مسيطر على افريقيا. قال لك بعد 20 سنه ها الناس اصحاب الفكر بعد 20 سنه دوروا على ناس زي دي مش هتلقى. ليه؟ لانه المواهب ايه؟ قلت عماله تقل. السبب إيه؟ السبب من وجهه نظر حضرتك ايه؟ السبب لا، اول مره في حياتي اشوف ان عشان تلعب كره تدفع فلوس. ده بس ده في الاكاديميات. لا مش في الاكاديميات يعني، بس بتتكلم على الفيرست تيم كمان. الموضوع اخطر، الموضوع اخطر من الاكاديميات. الموضوع تغلغل داخل الانديه، تخلخل مع مدربين، لانك انت المنظومه متكامله. نعم. تقدر تقول لي مين هو المدرب المميز في الدوري المصري؟ صحيح. اللي جاله عقده بره مثلا، حد شافه قال له تعالوا نبقى عاوزينك تشتغل، شايفينك عامل طفره. صحيح. انا بكلمك اهو. بص لو فتحت الموضوع ده هنقعد انا والريس اهو هنفتح. بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. ما انا اهو هات المدرب اللي بيختار الناشئ وقاومه كده. يعني ايه مدرب لعيب كوره يعتزل؟ لو انت هاته قول له اعمل لي وحده تدريبيه اتحداك انه يعرف يعملها. يعتزل يبدا يدرب. طب عنده عينك شاف؟ طب اختيار الناشئ بيتم ازاي؟ احنا حضرنا وشفنا الوضع بيبقى عامل. لا وضع كارثي اذا لم يكون هناك قلبة وقومه وكلمه مشروع. يبقى في مشروع حقيقي واقف على الارض. يبقى بلاش الكلام بقى والتجاره ملهاش لازمه. احنا عندنا ازمه يا جماعه على القاعده. لما دوله 105 مليون عدد الممارسين فيها ما وصلوش لمليون. صحيح. دولة زي تونس الشقيقة عدد الممارسين تونس 15 مليون، عدد الممارسين مليون ونص. يعني قدك انت، روح شوف اللي مكتوب في اتحاد الكورة وشوف السجلات. طب انا عندي سؤال من كلام حضرتك وبرضو اخد رأيكم. فضل. يعني احنا بنتكلم في منظومة، في دول تانية ما كانتش حتى بنقارن نفسنا بيها. انا بتكلم على المستوى الفني. عدتك بكتير ووصلت لليفلز تانية. انا اتكلم مثلا على سبيل المثال المغرب. ايه اللي حصل تجربة المغربية علشان اقدر اقول انا ينقصني واحد اثنين ثلاثة وانا هقرب اهو. يعني انا مش رايح مثلا دول اوروبية بتكلم يعني في كورة مش بعيدة علي. ما تقارنش نفسك بالمغرب. ما قارنش اصلا نفسي بالمغرب اساسا لان المغرب قدام وتاريخ ومحترفين وقريبين من اوروبا واسبانيا. لكن لا خد ادخلي بس على السنغال. شفت النهضه اللي في السنغال؟ شفت السنغال عملت ايه؟ كاس الامم الافريقيه اللي عندك هنا منتخب الشباب. شفتي عملت ايه معانا؟ يعني تكسبني في كاس الامم وتكسبني في بطوله كاس العالم، دي مش غريبه؟ لا هي غريبه جدا. صح مش غريبه. انا بكلم كده انا بسال. كلمي بقى القصة. بصي كلمي بقى على ايه؟ على الشغل اللي بيتم مع انديه في اوروبا عامله اتفاقات مع انديه في السنغال ان انا باخد منك اي موهبه وبدعمك فلوس. يعني بتدي حاجه عندي ناس بتتابع وتاخد وتطلع بره والمساحه والقاعده زادت. في تقرير لصحيفه في مجله فرنسيه يمكن نشرناه عندنا في الاهرام من حوالي سنتين ثلاثه، قال لك انه عدد اللاعبين المحترفين كل سنه بيطلعوا من السنغال ونيجيريا وغانا على الاقل من 300 ل 400 لاعب. يا خبر ابيض. مقارنه بينا الارقام قد ايه؟ انا بكلمك اهو 300 مصر صفر. لا 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 انا بكلمك اهو المغرب تونس الجزائر من 15 ل 25 لاعب. مصر صفر. مصر من بعد محمد صلاح والكلام ده ما طلعتش ناشئ ولا طلعت حد طلع من 2015. اعداد قليله. الاعداد قليله. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك كلام كبير قوي وفعل والفعل مفيش على الارض. عاوز اقول لك ايه؟ قال لك ايه؟ تعالى يا عم النادي الاهلي والزمالك ودي انديه كبيره ومحترفه برضه بتصرف فلوس عاوزه بطولات، يعني مش هيكون عنده حد موهبه ويسيبه لك برضه بسهوله يعني. فانت عاوز ايه؟ لابد من علشان كده انت بتدوري على مين؟ على الناس اللي اتسربت وطلعت ايه؟ طلعت بره في اوروبا وحدها وكفحت. نعم. ويدور بين حد ملوش مكان ممكن يروح بره. تروح انت تفكر تجيب ابناء الجاليات والناس اللي سافرت واللي تعبت لا انت محتاج انك انت عاوز ابنك محتاج رجال مخلصين يقدروا حجم الصناعه اللي هم موجودين فيها ان هم يعملوا صناعه حقيقيه. لابد من اهتمام قوي بالاختبارات الناشئين. لابد ان انا اجيب ناس تعلمني ازاي اكتشف المهم. يعني عاوز اقول لك ايه؟ المانيا لما جت فقدت كاس العالم في 2006 على ملعبها وخسرته عملوا أقومة وقاعدة زي ما بقول لك وقال لك لا مش هينفع. راح عاملين اتحاد الكورة اللي عمل مش أنا اللي عملت 12,000 أكاديمية. 12,000 إيه؟ أكاديمية. والشغل بيبتدي من 12,000 أكاديمية دول قال لك تعالى ادفع يا عم 15 20,000 جنيه عشان تحضر. ده بالعكس المواهب اللي بيكتشفوها بيودوها الأندية يقول لك اتفضل خد تعالى اتفرج وشوف اختار تعالى اعمل. في 2010 لسه ما النتيجة. في 2014 عملوا إيه؟
يا ابو كاس العالم من البرازيل ام اللعبه غلبوها في ملعبها 7-1 الجيل ده اللي هو يعني عاوز اقول لك ايه في احساس في طفرات لازم يبقى فيه طفرات كل فتره شوف انت من بعد 2010 عملت ايه وصلت فاينل 2017 امم افريقيا في الجمون وخسرتيه في اخر 10 دقائق كنت فايز 1-0 بهدف النني وخسرتيه باخطاء برضه اخطاء دفاعيه ماشي اللي هو كوبا ورحت كاس العالم بعديها لعبتي قبل الاخير مصر بتاريخها لا دي كانت ام اللعبه في افريقيا تطلع صار. قبل بنما يعني عاوز يعني طموح المونديال ما تجيبش غير هدف يعني الناس عاوزه ايه عاوزه تحس عاوزه يعني لا وقتها ومؤتمرات واقاله اتحاد الكوره وتغيير المشهد والمحصله طب انا عندي معلش السؤال برضو وجاوبوني عليه برضو استاذ جمال تقول لي رايك فضل. يعني قصة هل هي قصة زي ما كابتن محمود أستاذ محمود كان بيتكلم اللي أنا عايز رجال مخلصين لهذه الصناعة محليين ولا قصتي إن أنا لازم أروح أدور على عنصر أجنبي يجيب لي خبرته لأن لو هتكلم على النقطة دي أنا جبت على فكرة لما كنت عايز أحسن التحكيم بتاعي جبت كلاتنبرج التجربة نجحت لا ما نجحتش فهل مشكلة في العنصر ولا نقطة اهتمام بإحسان خارج مصر انما يعني في اتجاه داخل بقى موازي له النهارده انت عندك منتخبات الناشئين والشباب فين عملوا ايه مستويات الاتحاد اتكلم عن الاهتمام بيهم خرجوا من البطولات بتاعه لعبنا قبل كده لو هنتذكر مع بعض قبل كابتن حسن شحاتة وشوقي غريب مع بعض لما مسكوا المنتخب دول كانوا تكوين مشترك لأفضل الأجهزة الفنية اللي نجحت لو تفتكروا قبلها حسن شحاتة نجح مع منتخب الشباب كاس أمم أفريقية وكاس أمم أفريقية وكاس عالم ثم كابتن شوقي غريب أيضا نجح واتعمل منهم مزيج كابتن ربيع ياسين لا أنا بقول على حالة حسن شحاتة وفاروق هما نجحوا مع الشباب والناشئين قبل ما ينجحوا مع الفريق الأول بالظبط كده يبقى أنت عندك تجربة نجحت ده يتضمن ايه بقى غير ان يبقى فيه اتنين مدربين كويسين ومعاهم احمد سليمان وحماده صدقي والمجموعه قبلها كمان عندك مجموعه لاعبين تقدر تصعدهم للمنتخب الاول نعم. يعني هو منين جه حسني عبد ربه وعماد متعب والمجموعه فتحي. دي واحمد فتحي كل دول ما هم جم وجده كل دول جم نتاج ايه نتاج شغل في منتخبات السنية الأقل وده اللي كان مهتم بيه اتحاد الكرة في وقتها أيوة وده اللي يجب لا يا أستاذ جمال مسابقة القطاعات اللي هي كانت على مستوى الجمهورية منتخبات المجال مفتوح وكان في منتخبات مناطق بيطلع بقى منها سيبك من إنك تعمل مشروع اللعيب الكويس يجيلك ممكن ما يعرفش يجيلك صح أنت لازم تروح له أيوة يعني زي ما عمل ربيع ياسين ربيع ياسين انا فاكر وهو بيكون المنتخب بتاعه كان بيقول لنا اسماء غير معروفه وكان بيروح بنفسه يدور عليهم في صعيد مصر والوجه البحري وجميع المناطق عشان يضمهم هو بنفسه لانه انا في صوره بتتشير اليومين دول لتكريم احد لاعبي المقاولين العرب ووراهم محمد صلاح كده في الخلفيه انا شفت الصوره دي ايوه وراهم محمد صلاح مش عارف ابن مين وبيكرم احنا ما نعرفش صحه الصوره بس هي يعني دون التعرض للصوره نفسها احنا بنتكلم على المعنى ان انت ممكن يبقى عندك نجوم في الظل مدفونه لازم انت تدور عليهم لانه ممكن امكانياته ما تسمحلوش ان هو ما يعرفش يوصل وما تسمحلوش ولا علاقاته اللي هو واحد زي محمد صلاح ده اللي كان بيجي كل يوم من نجريج يركب وحكاية طبق الكشري أو كيس في كيس ويحطه في الرغيف يعني عارف إن كرة القدم طول عمرها يمكن أنت أشارت لده في البداية كرة القدم طول عمرها لعبة الفقراء كرة صح يعني اللعبة الأولى الشعبية مش ده اللي كان بيميزها يا جماعة على التنس والألعاب الأخرى والسكواش كانت لعبة لعيب كرة نجم اللي عنده قصة كفاح هات لي لعيب كورة على مستوى العالم في واحد برازيلي هداف انا فاكر كان اسمه مين؟ كان ابيضاني وطويل كده كان والده ملياردير
ده الحاله الوحيده فاكر قليل عليك لكن الموسوعه صندوق اسمه كاكا ده الوحيد اللي قال لك ده لعب كره غلط بابا ملياردير ما كانش محتاج فلوس الكوره الاغلب الاغلبيه ايه لا الاغلبيه اغلبيه نجوم العالم هتلاقيهم كلهم اللي كان بتاع كاوتش وبتاع عجلات وحاجات وشغلانه اكبر مثال عندك كريستيانو رونالدو مثلا يعني كل اللعيبه بيليه مارادونا ميسي كريستيانو رونالدو بس ميسي كان يعني لا يعني عيله كويسه شويه يعني انا ما بقولش لا لا انا بتكلم ماديا ممكن يبقى مستور وكويس وكل حاجه لكن انا اقصد لازم العين الخبيره زي ما قال الاستاذ محمود تروح لها هي اللي تدور الله ينور عليك ما ينفعش ان انت واحد مش قادر يجي اصلا بلاش كده الاكاديميات اللي انت بتتكلم عليها كارثه الاكاديميات دي كارثه للاثرياء بس برضه فيها مواهب حلوه ما نقدرش نقول اثرياء ما عندهمش موهبه اديهم بقى الفرصه يعني لا لا اديهم الفرصه إيه يعني اديهم الفرصه يعني انت يا استاذ جمال لما يجي كارلوس كروش بعد مسك المنتخب بشهرين ثلاثة ويطلع يقول لك يا جماعة دول لعيبة دوليين صحيح مش عارفين يباصوا ايوه هو كان تصريح صعب قوي انا بكلمك من اساسيات اللعيب الكورة ايه؟ التسليم والتسلم بعدين اقول لك من اساسيات القراءة والكتابة ايه؟ انك تعرف تمسك القلم مثلا صح ولا لا؟ وتكتب على السطح استلام وتسلم لما انت ما بتعرفش تكتب هتوريني في الملعب ايه؟ بانت الفوارق يعني لما تبص على مثلا المغرب لا المغرب عندها قاعدة كبيرة مواهب منتشرين موجودين في كل مكان ها طب دوري يعني لك ايه احنا لما قفزنا القفزه يا كابتن قفزناها ليه كان عندنا اقوى دوري خلال هذه الفتره ايه 2004 و5 و6 و7 و8 كان عندنا دوري بص عايز اقول لك حاجه وجماهير في المدرجات عامله روح انت دلوقتي لو جبت 100,000 استاد ونزلت الحكام الحاليين اللي هم اغلبهم ما عندهمش خبرات انهم يتعاملوا مع الحكم مع التحكيم والضغط طيب. اللعيب نفسه بيبقى عامل نفسه برضه دوافع استاذ محمود اقول لحضرتك حاجه عشان تنهض وتعمل مشروع انت عايز حاجتين او شقين اول شق ان انت محتاج بنيه تحتيه محتاج ملاعب طبعا رقم اثنين محتاج قبل الملاعب العنصر البشري اللي يعمل مشروع طبعا هل المشروع في دوله تعدادها 110 مليون يقدر يعمله اتحاد الكره لوحده؟ السؤال هنا اتحاد الكره هو ده الاساس منوط بكده اصلا هو بس البروجكت ده هيبقى كبير لا اصل هو انت بترعى اللعيبه دول وبتكتشفهم ده اختصاصه يعني من خلال ايه؟ ما هو معلش انت هتيجي تقول وزاره الشباب لها انشطه مختلفه ودور مختلف اللي هي ايه؟ الرياضه للجميع انك توفر الملاعب كان في مشروع البطل يا استاذ جمال الوزاره عملته بتاع البطل الاولمبي فاكر حضرتك مدرسه الكوره بتاعت الموهوبين اللي كانت مدينه نصر واللي قفلت طلع منها مثلا نجوم كبار وطلع منها نجوم احترفوا انا مش عايز اذكر اسامي حد يعني فقصدي اقول لحضرتك لا الوزاره ليها اليات وليها اذرع طبعا تستطيع ان هي تتبنى مشروع زي ده بس هو اتحاد الكوره بيقاس نجاح الكوره في اي بلد بمدى نجاح اتحاد الكوره طبعا ده الاساس بدليل ان احنا النهارده بنتكلم عن المغرب وفوزي الاقجع والشغل اللي بيعملوه ما هو ده كله برضه ايوه اكاديميه محمد السادس ما كل الناس دي جايه من اكاديميه محمد السادس انما لو انتوا بتتكلموا على اكاديميه محمود صبري واكاديميه جمال الزهيري واكاديميه هيثم واكاديميه نهاوند ده انا الاكاديميه بتاعتي هتطلع لا دي كلها ممكن يا ساتر يا ساتر خلي بالك بقى خلي بالك جامده لا لا يا ساتر اذكر بس سابت كل الاكاديميات بتاعتنا وقالت لك اكاديميه طالع نجوم طبعا فهي الفكره كلها ايه انه يبقى في اكاديميات حقيقيه فعلا لرعايه المواهب مش مجرد ان هي مشاريع يعني اول ما اتحاد الكره اعلن انه هيبقى فيه دوري للاكاديميات نعم ماشي حلو جدا بس مين هم دول اي اكاديميات هل هي الاكاديميات القائمه على البيزنس اللي هي قائمه لا على لا استغلال اسماء انديه اوروبيه واستغلال رغبه اولياء الامور لانه احسن حاجه اولادها اولياء الامور النهارده بعد ما كانوا بيضربوا اولادهم عشان بيلعبوا كوره وعيالهم بتجري تلعب كوره برضه النهارده اولياء الامور بياخدوا اولادهم من المدارس ويروحوا الاكاديميات فلابد ان يكون الاشراف على هذه الاكاديميات يراعي بقى النقطه اللي انت قلتها يا استاذ المدربين مين هم المدربين يا استاذ جمال الاول مين اللي هو اللي اختار يا كابتن بالظبط يعني اصلا مين اللي عامل الاكاديميه مين المدرب بيختار اللاعب ازاي بيشوفه ازاي يعني انت عامل ايه بهدف
انت بتقول لي اكاديميه وكل شهر تعالى 500 جنيه وهديك شنطه وعاملك ان محصله ايه؟ يعني انت مثلا في ناس بتعمل الكلام ده بتتسلى عشان تحمي اولادها. عشان عايز اكاديميه طلعت لا 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 انا عاوز اقول لك صينيه بتاع حله المحشي يلعب راس حرب كابتن واللي يجيب مش عارف كرتونه بيض ويقعد على الدكه. كابتن في دلوقتي اكاديميات من بره يعني من مثلا من انجلترا بتنزل دلوقتي وصلت الى النجوع والكفور. بيفتش هم اللي بيجيبوا بيروحوا جايبين ناس اخصائيين بيدوروا وبيختاروا. يعني مش عاوز اقول لك في ناس ما رضوش ياخدوها فنديه. الناس دي حاليا بتلعب في غانا في الاكاديميه دي خدوها وشفنا قالوها في نقله ثانيه خالص. انت شايف يا استاذ محمود احنا نجحنا كاتحاد كوره في استغلال اسم محمد صلاح في اوروبا دلوقتي، وان كان يعني محمد صلاح هو سفير مصر في اوروبا كلها دلوقتي وكان ممكن ده يساعدنا انه يعني يعمل جذب لكل الاكاديميات في العالم انها تيجي تستثمر هنا في اللعبه المصريه. هل استغلينا ده صح ولا شايف ان استغلال محمد صلاح النهارده مش على اكمل وجه؟ نحن لغايه دلوقتي مش عارفين نستفيد من وجود محمد صلاح بامانه شديده، لانه المحصله والناتج عندك ايه؟ بتبص على الوضع تراجع في المواهب تراجع ما عندكش. لا احنا ساعات بنعطل ما عندكش ما فيش ساعات بنعطل محمد صلاح بقرارات لا بقرارات يا استاذ محمود ما فيش طبعا لا علاقه برضو بعدم وعي وادراك المسؤولين عن كره القدم باهميه محمد صلاح. يعني انت لما تبقى عارف ان عندك واحد زي محمد صلاح ومرتبط بشركات ومرتبط برعاة وتيجي تعمل له حاجه عكس كده. على فكره في الرياضات المختلفه مش بس في كره القدم بالمناسبه يعني حصلت مع رياضيين مختلفين. طيب انا تعبت من الحديث عن الموضوع ده، ما احنا رمضان ما تسيبوا نفك شويه. اتكلم على نقطه طيب. بص انت وتهدأ كده شويه وكده شويه. لا 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 عليك انا مش كده برضه. وعظيم انا قاعده حزينه كده عماله اسمع. احنا مش عايزين نركز احنا زعلانين. لا 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 احنا معاكي بس انتوا اصبتوا كبد الحقيقه. هو ملف واقع لكن ملف واقع بس عايزين نفرفش بقى شويه. احنا نستحق ان احنا نكون في مكان احسن مكان. انا بتفق معاك احنا نستحق كجماهير مصريه ان احنا نكون في حته تانية خالص طبعاً. نروح سريعا لماتش ان شاء الله الاهلي أيوة. القادم يوم السبت فرحونا كده قولوا لنا بقى رؤيتكم للمباراه باذن الله الكفه عند مين يعني اميل شويه اميل ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني عايز اقول الاهم من المباراه لان المباراه خلاص في المستطيل الاخضر خلينا في اللي بره المباراه ماشي. احنا بنتعرض لضغوط على مدار من يوم مباراة صن داونز. أنا حبيبه واتكلمت هنا وقلت يا جماعة أنا شايف أن علاقتنا بالسودان مهما حدث وما هي أكبر من مباراة كرة قدم. علاقتنا بأخوتنا السودان السودانيين أكبر من الكلام الفهم من محاولات صبيانية لجرنا لمعارك طبعا. وهمية علينا. والنهاردة عجبني قوي يمكن الفيديو اللي نزل لجمهور الاهلي فيديو التنشيط الهدف منه. خلينا نركز في الملعب أيوة خلينا أيوة. نركز في المستطيل الاخضر مباراه 11 لاعب ضد 11 لاعب اللي هيحسمها هو ده البطل واللي هيأدي اللي بيحصل في الجمهور والكلام ده وجرنا لهدف احنا اكبر منه لان احنا ايه عاوز اقول لك ايه خبراتنا في المشوار كبير قوي واللي تعرضنا له اكبر من الكلام ده. لكن الحزين اللي يخليك تحزن انه ليه يصل بنا الحال انه بعد جرنا للكلام ده. علاقتنا بقول له جمهور النادي الاهلي من وقت دخولك للمباراه لغايه خروجك هدفك واحد بس هو دعم فريقك. صح. فوت الفرصه وخليك ذكي لانه الهدف الاكبر هو التاهل لدور الثمانيه. الهدف الفوز هيخلص على حاجات كتير، هيقضي على كل اللي تتخيله. تخيل كده وانت طالع فاز بنتيجه كبيره. عندنا ثقه في لعيبتنا، انتظار انضمام اللعيبه الدوليين، الروح المعنويه، في جهد معمول، في شغل كبير جدا، مباراه صعبه مش سهله زي ما حد متوقع، الفريق الضيف الشقيق اللي جاي عنده طموحاته، بيحاول كل اللي بيعمله ده بيحاول يجرك لحته تانية. لا احنا مش هنتجر لحته تانية، احنا هنشيلكم على راسنا وهنرحب بيكم واحنا اخوات والمباراه هتنتهي وكل واحد بالحضور الجماهيري الضخم للاول مره. يعني عاوز اقول لك الحضور الجماهيري في المباراه دي يعني يفكرنا ناس وعاشها شكل 10 سنين شفت فاكره لا فاكره انت 2014 بس نهاية الكونفدرالية فاكره العدد ده في ماتشات المنتخب شفنا عدد اكبر من كده في ماتشات ما انا بقى في المنتخب بس اول مره نشوفه في ماتشات نادي هي جمهور دي بقى. الاهلي جمهور كوره هو ده جمهور صح. الاهلي ده جمهور وراه حكايه ساند فريق بطل كبير سانده ويعرف قيمه المواقف الاجيال تغيرت لكن النبته موجوده. البطل دايما بيتعرض لمواقف ما بيقفش عندها قدرته على انه يتجاوزها ويعدي ويبص بعيد. لو انا قعدت ابص لكل واحد بيحاول يعرقلني
ويعمل لي يحدفني بطوبه ويعمل لي كذا مش هاخد خطوه مش وصلت للعشره. انا هدفي ان انا اروح لل11 زي ما انت قلنا واتكلمت مع حضرتك قبل كده وقلت لك شفت كنا فين في الباسكت؟ صحيح. شفت رحت فين؟ شفت الناس عملت ايه؟ كل القديم اتنسى وعندك وضع دلوقتي مختلف زي ما الناس نفسها دايما توقفني زي ما طبعا دايما بسالك زي ما نفس الناس جمهور الاهلي نفسه يرجع اليد زي زمان في فتره التسعينات زي ما كانوا فريق اليد عامل ازاي الناس برضو نفسها تعمل كده. فانا عاوز اقول لك انه مباراه يوم السبت مباراه روح بالدرجه الاولى مباراه تركيز شديد لا تقبل اي خطا مباراه تفاصيل صغيره جدا الفوز فيها اتمنى توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون حاضر اللعيبه يعملوا اللي عليهم واللي هيريده ربنا هو اللي هيكون وبقول للاخوه في السودان اهلا بيكم في بلدكم الثانيه مهما يحدث مباراه كره القدم ستنتهي وتبقى علاقتنا وعلاقات الدم والمصاهره والنسب اكبر من كل التفاصيل من محاولات البعض يجرونا لحاجه عشان نخسر بعض. طب استاذ محمود يمكن برضو احنا في رمضان وقبل الحلقه ما تخلص انا هون لازم طبعا معايا اساتذه كبار الحقيقه ودايما بنتكلم في الكواليس ويعني بتناقش في قضايا كبيره جدا. لا عايز اعرف ذكرياتكم مع رمضان. لا إيه؟ قبل ذكرياتنا مع رمضان احنا في ماتش بالنسبه لماتش الاهلي والهلال دي مباراه بعيده تماما عن مباراه غير حقيقيه بتدور على السوشيال ميديا. سيبك من كل ما يجري على السوشيال ميديا لان دول ما اقدرش اخد على كلامهم ده فرشور طبعا الذكي عمره ما يلتفت يعني بهذا الشكل. لازم نقول للعيبه النادي الاهلي ان هم يركزوا 100% في الملعب وهم عندهم القدره انا واثق من هذا ان هم يحققوا اللي احنا طالبينه وامنيه جماهير الاهلي كلها انه نعدي هذه المباراه بشكل اللي احنا عايزينه وعندهم هم القدره لده مش بنطالب منهم حاجات يعني خلاص امامهم فرصه حقيقيه لاصلاح الخطا او الاخطاء اللي حصلت في المرحله اللي فاتت والتاهل باذن الله. انا بتفق بعد كده بقى عايز تتكلم انا بتفق مع حضرتك. لا قبل كده خلينا بقى الفزوره بتاعتنا يعني الفزوره هي دلوقتي ولا امتى محدش بلغ؟ لا هي دلوقتي لانه لانه احنا دلوقتي قبل الفزوره انتوا هتروحوا الماتش ولا لا؟ حد فيكم هيروح الماتش؟ احنا هنتابع بس احنا هنتابعه بس من الشغل يعني عشان الشغل لا انا ما نمتش انتوا ما قلتوش امتى هنقول الفزوره اللي احنا مش عارف انتوا قلتوا حاجه ابيض واسود لا لا شجره انا سمعتها قبل طب اسمع الفزوره قبل ما نقول الاجابه ايوه كل فرع فيه 30 ورقه ايوه نصها ابيض ونصها يا نهاوند اسود اسود يا ابيض ابيض اسود هي طبعا خلينا نشوف نهاوند هتقول بقى طيب. هتعرف الاجابه طيب. طيب. تعالوا نشوف سريعا الناس طيب. بعد ايه عروستي عروستي لا مفيش هو يا كده تعالوا نشوف الناس طيب بعد ثلاثه الشيخ قال لك السنه عادل عفيفي السنه 12 شهر شهر كل شهر 30 يوم نصه ابيض صبح ونصه اسود ليل شفتوا سهل قوي يا سيدي عادل ماشي ده الناس كلها مجاوبه صح ولا ايه مستر اشرف السنه عندك مروه برضو عيد السنه محمد حسن السنه وائل ابراهيم السنه عارفه لو جبت لنا بعد كده فوازير سهله تاني رهام جايب لنا فزوره سهله حسين السيد السنه قال لك الشجره لا ده مختلف طب ما هي الشجره احمد عبد الله الشجره طيب ماشي محمد شرقاوي السنه محمد فرغلي السنه سيد عيد الدغيدي لا جاوب اول واحد يجاوب غلط قال لك الساعه لا ما هو لا في قبليه الشجره برضو غلط ما انا الشجره قلتها يونس بقى السنه وليد بدر الدين العام حلو لغه عربيه اليوم 30 ساعه لا 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 هي السنه علي علي العسال السنه سامح ناجح السنه محمد رزق السنه لا خلاص ده احنا ناخدها من الاغلبيه محمد السنه محمد رزق السنه علي فوزي السنه بصوا يا جماعه مش هيبقى في جوائز جمهور النادي الاهلي شاطر جمهور النادي الاهلي شاطر بقول ان اللي هيفوز يعني هيجيبها صح هيبقى في كده هنجيب بقى 2000 جايزه فيعني خلينا نكمل يعني الجمهور علي علي فوزي الصاوي ناصر بشيري كده ما فيش جايزه محسن لا محسن شبرا سيد ابراهيم حل الفزوره السنه هاني شاكر السنه عمر مرسي السنه ياسر ابو عيد ابو عبد السلام السنه
ده كان طبعا جمهورنا الاجابه السنه يا جماعه الف مبروك. لا بجد كل سنه وانتم جمهور شاطر كل سنه واحنا كل سنه واحنا كل سنه وحضرتك طيب. لا بجد نورتونا وكنا حابين نتكلم اكتر بقى عن المسلسلات والحاجات اللي زيك. بتتابعوا اصلا مسلسلات برضو ولا يعني واحنا معديين كده على خفيف نورتونا وشرفتونا طبعا. سنه طيبه سنه طيبه يا رب وسعاده دايما ان شاء الله يا رب باذن الله اللي جاي افضل باذن الله يكون في قرار ويكون بيتنفذ بشكل سليم ويكون في زي ما حضرتك قلت رجال مخلصين في المكان الصح بتاعهم باذن الله هنلاقي فرق كبير لان هنرجع نقول في الاول وفي الاخر الجماهير المصريه تستحق افضل من ذلك. هيثم بجد كنت سعيده معاك في الحلقه دي اول مره نطلع وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله وسعيد معاكي جدا جدا وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. نكرر مع ضيوفنا الكبار استاذ جمال الزهير الناقد الكبير بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب نورتني وشرفتني. استاذ محمود صبري طبعا حبيبي وصديقي وسعيد ان انا معاكم وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب نورتنا وشرفتنا. أعزائي المشاهدين دي كانت ليلتنا النهاردة الرمضانية الجميلة اللي حقيقة أنا على المستوى الشخصي استمتعت بيها ونهواندي طبعا وجودها معانا النهاردة يعني كان شرف كبير. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وانتظرونا غدا وسهرة رمضانية جديدة والأهلي في رمضان.